بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. ألف ألف مبروك عودة شخصية المنتخب. احنا الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي مش علشان ان احنا كسبنا 3-0، بالنسبة لنا لو كنا كسبنا 1-0، لو كنا كسبنا 2-0، لو كنا تعادلنا 0-0 كنا هنبقى مبسوطين بعد الأداء اللي شفناه خلال الفترة السابقة الحقيقة. وانا هنا لما بتكلم انا بنتقد اداء، ماليش علاقه بمدرب او مدير فني او كذا او كذا. فاللي بقوله لحضراتكم ان عوده شخصيه المنتخب الوطني من خلال هذه المباراه. المباراه دي كسبت 3-0، كنت تقدر تكسب 4 وتقدر تكسب 5 وتقدر تكسب 6، ولكن منذ فتره طويله لم يستطيع المنتخب الوطني ان يفوز على منتخب قوي، منتخب جيد، مش هنقول ولا قوي قوي ولا ضعيف قوي، هنقول منتخب جيد. من فترة طويلة قوي ما قدرتش تكسب بهذا الشكل وبهذا الأداء وبهذه الأهداف. 3 أهداف استطاع أن هو منتخبنا الوطني أن يحرز 3 أهداف في مباراة نص ساعة أولى غريبة نوعا ما، ثم مباراة أخرى في بقية المباراة، وأداء ولا أروع ولا أجمل ولا أحسن لمنتخبنا الوطني بالكامل الحقيقة. كل اللاعبين سواء مصطفى محمد، أحمد أبو الفتوح، رمضان صبحي حتى لما نزل وإحرازه هدف، عمر مرموش الحقيقة واحد من اللاعبين الجيدين، النني، عمرو السولية، أحمد أكرم توفيق، الحقيقة اللي أنا بحييه على هذا الأداء الرائع الحقيقة. وإذا كان هناك من يستحق التحية أيضا في هذه المباراة، لأن حضراتكم عارفين مدى الحساسية اللي موجودة ما بين منتخب مصر وأي من البلاد في شمال أفريقيا. منتخب الليبي النهاردة أدى مباراة في حدود قدراته الحقيقة ويستحق عليها الشكر وكل حاجة، ولكن في النهاية العلاقات الطيبة والبلدين الشقيقين تظل هذه الأمور هي الحافز الأساسي والرئيسي الحقيقة في هذه المباراة الرائعة اللي احنا شفناها. بعيدا عن الفنيات وبعيدا عن كرة القدم، المنتخب الليبي يستحق كل احترام، كما تم تكريمه هنا في مصر. كمان المنتخب الوطني المصري آخر كرم الحقيقة أيضا في بلده الثاني ليبيا الشقيقة، حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة. حتى الأداء جوه الملعب لما واحد بيقع بنقومه، الدنيا كانت لطيفة جدا وكانت سهلة جدا جدا جدا. ليه؟ لأنه البلدين خايفين على بعض، المنتخبين خايفين على بعض، المنتخبين عايز اكسب، وكل منتخب عايز يكسب وعايز ياخد الـ3 نقاط، ولكن في النهايه تظل دائما الامور والروابط المصريه الليبيه كبيره جدا جدا ما بين البلدين الكبيرين الشقيقين. فالحقيقه المباراه كانت جميله من كل شيء، انا بتكلم على المنتخب المصري، كانت جميله من كل شيء، اداء رائع من اللاعبين، اداء من كل شيء. لا يفسد هذا الموضوع الا موضوع خروج محمد الشناوي الحقيقة بإصابته في العضلة الخلفية. وعايزين نعرف الحقيقة، أتمنى أن يصل للجهاز الفني للمنتخب الوطني أن يجب أن يكون هناك تصريح رسمي من الكابتن وائل جمعة مدير المنتخب أو من مستر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب عن إيه اللي حصل في إصابة الشناوي. مهم جدا 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 نعرف، الشعب المصري كله ينتظر ايه اللي حصل. اتمنى ما نسيبش الموضوع يمشي في الاتجاهات اللي احنا شايفينها. السوشيال ميديا مشتعله زي ما حضراتكم شايفين، الكل بيتكلم على الشناوي، جمهور النادي الاهلي شايف ان يعني الشناوي هيفقد الشناوي خلال الفتره القادمه، فبالتالي الاصابه في العضله الخلفيه زي ما هو واضح، انا ما اعرفش الحقيقه لسه ايه الموضوع، ولكن اصابه في العضله الخلفيه زي ما هو واضح مش اقل من شهر مبدئيا، يعني من 3 أسابيع لشهر، ده حاجة يعني الواحد شايفها كده، أنا ما أعرفش، يا رب تكون أقل يا رب. لكن يجب أن يكون هناك تصريح رسمي من مدير المنتخب كابتن وائل جمعة ونشوف إيه اللي حصل. بس الموضوع بسيط جدا، لأنه الحقيقة رد فعل الشناوي وهو خارج، لو كانت إصابة عادية خلاص إصابة وخرج الشناوي، ولكن من الواضح أن هناك أمر ما. أتمنى أن يخرج علينا كابتن وائل جمعة أو كارلوس كيروش المدير الفني ويطلع يقول لنا إيه اللي بيحصل، لأنه في النهاية الأمور اللي إحنا شايفينها مباراة جميلة ومباراة ممتعة و3 نقاط مهمة جدا، والمنتخب إن شاء الله بنسبة كبيرة جدا جدا، حواري لحضراتكم دلوقتي الجدول في المجموعة عامل إزاي، المنتخب بنسبة كبيرة جدا جدا وصل إلى المباراة النهائية إن شاء الله اللي هتتلعب بعدها، نصل إلى كأس العالم. فبالتالي أعتقد أن يجب على الجهاز الفني والإداري للمنتخب أن يكون هناك توضيح لما حدث اليوم
مع محمد الشناوي او في موضوع اصابه الشناوي، على الاقل كلم قول لنا ان اصابه الشناوي في حصل 1 2 3 4، علشان اجتهادات كثيره جدا جدا بتحصل في الساعه ونص من ساعه ما اصابه الشناوي وحتى الان. فلو حضرتك طلعت وقلت تصريح رسمي الحقيقه يعني كلنا هنمشي ورا التصريح الرسمي زي ما حصل خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا، احنا دايما بننتظر التصريح الرسمي وبنقفل بقى باب الاجتهادات ده شويه، نقفل باب الاجتهادات ده شويه لان كل واحد بقى طبعا هيطلع يتكلم بما له من مصادر، وكل واحد من حقه طبعا ان هو يطلع يتكلم ويقول اللي هو عايزه، ولكن كل واحد هيطلع يتكلم بما له من مصادر داخل وخارج واللي شايفه والناس اللي قاعده والكلام ده كله. فهتلاقي الفتره اللي جايه وهي بدات بالفعل ساعه ونص ولا ساعتين اللي فاتوا كلام كتير فيما يخص هذا الامر، فاتمنى ان يكون الرد حاسم، وانا مش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير، اتمنى ان يكون الرد حاسم وواضح من الكابتن وائل جمعه مدير المنتخب، لان دي اختصاصات مدير المنتخب، ان هو يطلع ويقول لنا يا جماعه من فضلكم او حصل 1 2 3 اصابه الشناوي هي اصابه قدريه، اصابه حصل فيها واحد، اصابه كان مصاب واحنا قلنا له يلعب او هو قال ان انا، لا هنعرف الموضوع يمشي ازاي، الموضوع فيه كلام كتير جدا جدا ممكن يتقال فيه، ولكن هننتظر التصريح الرسمي اللي اتمنى ان هو يحصل النهارده في المؤتمر الصحفي. انا مخلي الشباب عندنا يتابعوا المؤتمر الصحفي لحظه بلحظه علشان نقول لحضراتكم هل اتقال حاجه ما اتقالش حاجه، ده اللي هنقوله لحضراتكم ان شاء الله بعد لو وصل لنا اي من هذه الامور، علشان ان مصر تفقد الشناوي لمده شهر اعتقد الامر صعب جدا، ان النادي الاهلي يفقد الشناوي لمده شهر مع بدايه الدوري اعتقد الامر صعب جدا، وبالتالي الامر يحتاج لتوضيح واضح لما حدث في هذه المباراه. ده نشيل الموضوع ده لان الموضوع ده زي ما قلت لحضراتكم لازم ننتظر ايه اللي هيحصل فيه، ولكن اداء جيد جدا، اداء رائع. محمد ابو جبل لما نزل بالمناسبه لعب مباراه رائعه جدا وكان جبل في المرمى. كل اللاعبين الحقيقه، اكرم توفيق للي ما يعرفش الباك رايت ده، اكرم توفيق بيلعب باك رايت بالمعنى الحرفي من الناحية الدفاعية على الأقل، مش هقول لحضراتكم من الناحية الهجومية، هو كمان من الناحية الهجومية عمل كورتين ثلاثة النهاردة، باك رايت متمرس اللي بيلعب في هذا المكان هو اللي يقدر يعمل الكورتين ثلاثة دول. فالحقيقة أكرم توفيق والأداء الرائع اللي عمله أكرم توفيق في هذه المباراة يستحق عليه الشكر. حجازي والونش كالعادة الحقيقة، أحمد أبو الفتوح كالعادة، وهدف رائع جدا جدا من احمد ابو الفتوح، على الرغم من ان قبل المباراه كلنا وانا كنت موجود وانا قلت هذا الكلام ان ممكن جدا ايمن اشرف هو اللي يبدا بدل احمد ابو الفتوح وبقيه الفريق زي ما هو، وبالتالي احمد ابو الفتوح يستحق التحيه. حمدي فتحي او انا اسف نني وعمرو السوليه الاثنين كانوا كويسين جدا في وسط الملعب، اول نص ساعه كانت في شويه، هنتكلم كتير النهارده في هذا الامر، عندي فقرتين مهمين جدا هقولهم لحضراتكم. الفقرة الأولى هيبقى مع النجمين الكبيرين كابتن ماهر همام وكابتن شريف عبد المنعم، هنتكلم معاهم عن منتخبنا الوطني، والفقرة الثانية كريم سعيد وأحمد ثابت هنتكلم معاهم أيضا أرقام منتخبنا الوطني في مباراة اليوم. وبالتالي محمد صلاح يعني خلينا نقول إن هو النهاردة مفيش مشكلة خالص، الناس كلها رايحة لصلاح واللي حوالين صلاح هم اللي بيجيبوا الأهداف، دي كانت وجهة نظر أيضا في الموضوع، إن الناس كلها عينيها رايحة لصلاح اللي بيجيب الأهداف، مصطفى محمد، أحمد أبو الفتوح، رمضان صبحي، اللي هم مش متوقعين، كل اللعيبة وكل المدافعين رايحين على محمد وواقفين ناحيته وواقفين حواليه وكذا وكذا وكذا، وبقية اللاعبين. بالمناسبة لو حضراتكم تتذكروا عماد متعب في أعتقد بطولة 2008 مش فاكر ولا 2010 ما احرزش ولا هدف في بطوله الامم الافريقيه لو تتذكروا مع الكابتن حسن شحاته. فعماد لما سالوا كابتن حسن قال لهم ده عماد متعب بيعمل لي الدور اللي انا عايزه بالظبط. ان عماد بينزل بياخد العين وبياخد الناس كلها وكل اللي جاي من وراه، كان زيدان بقى على بقيه اللاعبين على بوتريكا وحسني وشوقي واحمد حسن واللاعبين هذا الجيل الرائع هم اللي كانوا بيجيبوا الاهداف. هو ده اللي انا شايف ان محمد صلاح بيتعامل معاه كده، كل الاعين رايحه على محمد صلاح، كل الناس رايحه على محمد صلاح، اللي بيجيب الجون عمر مرموش في المباراه الاولى، اللي بيجيب الجون النهارده احمد ابو الفتوح، مصطفى محمد، رمضان صبحي لما نزل واللي عملها له صلاح. وبالتالي هو دور ممكن يكون بعيد عن الناس شويه ولكن دور مطلوب، مجرد محمد صلاح وجوده في الملعب
بياخد العين وبياخد المدافع، عارف ان محمد ممكن يعمل اي حاجه في اي لحظه، وبالتالي دايما بيكون واخد العين مستني محمد يشوفه هيعمل ايه. فالنهارده المنتخب يستحق التحيه، يستحق الاحترام، حاجه رائعه جدا، رجعتوا لنا الثقه على الرغم. هو ده النتيجه الايجابيه اللي انا بتكلم عنها. هي دي النتيجه الايجابيه اللي لازم نقول انها ايجابيه فعلا، بمعنى انه انا احرزت هدف، جبت الثاني، جبت الثالث، كنت ممكن اجيب الرابع، لغايه اخر المباراه انا بلعب وخارج ارضي وعلى ملعب صعب جدا جدا. الراجل قبل المباراه ما تحججش باي ظروف في الحقيقه. ف دايما لما عريس يجي العروسه، الام والاب يقولوا ايه؟ الراجل ده يعني مالي مركزه. النهارده كارلوس كيروش مالي مركزه، البدله على مقاسه بصراحه، يعني واحد يقول ليه واللي عليه. الراجل ده هايل جدا من ساعه ما جه وانا بقول هذا الكلام، ان السي في بتاع الراجل ده قوي جدا 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 في الاداره الفنيه للمنتخبات. اتمنى ان هو يكمل مشواره بهذا الشكل وبهذا الاداء الفني الرائع الحقيقه اللي احنا شفناه، والبدايه مبشره. خد بال حضراتكم عشان بس ما حد، اصل انا عارف كله بيقول لك ايه، بعض ما نلاقي يشجع الاهلي يقول لك ايه، اصل انتوا بتقولوا كذا كذا وبعدين لا، ما هو ممكن يبقى الماتش الجاي وحش، هرجع هطلع اقول لحضراتكم ان هو اساء التصرف في الناحيه الفلانيه او في الحاجه الفلانيه. لكن النهارده اداء جيد، واتكلمنا عن استبعاد قفشه، واتكلمنا عن اداء شريف، لكن النهارده بنقول له برافو، اداء رائع. هو ده منتخب مصر، هي دي شخصيه منتخب مصر، هو ده الراجل اللي مالي هدومه، ان اللعيبه كلها موجوده وواقفه على رجليها، وتحس ان الكره رايحه جايه على الرغم اللي ما لعبش على الترتانه يا شباب. وانا عارف ان كل جمهور النادي الاهلي لعب في الترتانه الخماسيات والحاجات دي، فانا عارف ان الناس كلها عارفه قد ايه هو ملعب صعب جدا جدا، مش ملعب سهل ومش اداء سهل بيتلعب عليه. الكره بتمشي عليه بسرعه وبتجري وبتنط بتروح شمال، يعني حضرتك يعني المباريات اللي على النجيل الصناعي دي بتبقى مباريات صعبه جدا جدا، ولكن اداء رائع، اداء جيد. الف مبروك لمنتخبنا الوطني، لا يشوب الموضوع النهارده الا طبعا لينا كمصر وكاهلاويه اصابه كابتن محمد الشناوي. وزي ما قلت لحضراتكم، اتمنى على الجهاز الفني ان هو يخرج بتصريح رسمي يقفل بيه باب الاجتهادات، لانه الموضوع فيه اجتهادات كتيره جدا جدا جدا، ولو ما حدش قفل باب الاجتهادات كله هيجتهد وكله هيطلع يتكلم. انا عندي اخبار وفلان عنده اخبار وده عنده اخبار وده عنده اخبار وده عنده اخبار، في النهايه هي اجتهادات، كل واحد بيجتهد من مصدر ليه جوه المنتخب او بره المنتخب علشان يطلع يقول الحقيقه للجمهور اللي بيتفرج عليه. فعشان كده اتمنى ان يخرج تصريح يوضح حقيقه ما حدث النهارده للشناوي او حقيقه اصابه الشناوي، بس ما حدث ما قبل وما بعد من حق جمهور مصر كله يعرف ايه اللي حصل قبل المباراه، لو كان في حاجه حصلت، او بعد المباراه لو كان، او اثناء المباراه او بعد المباراه لو كان في حاجه حصلت. وان شاء الله نقفل الموضوع ده لانه احنا فرحانين، انا شخصيا فرحان جدا بالاداء، سعيد بالاداء، مبسوط بالاداء. كل الجمهور، كل الناس اللي بعتالي بتقول لي ان هم مبسوطين بالاداء والشكل وكل حاجه، ولكن هي موضوع محمد الشناوي اللي عايزين نعرف ايه اللي هيحصل في هذا الموضوع. طيب ورينا ترتيب المجموعه الحقيقه اصبحت مصر في، او منتخبنا الوطني في المركز الاول ب10 نقاط، ومنتخب ليبيا عنده 6 نقاط، ومنتخب الجابون عنده 4 نقاط، ومنتخب انجولا عنده 3 نقاط. منتخب مصر يغرد في الصداره وحيدا، وابعد يعني ان شاء الله المباراه القادمه لو خدت نقطه او نقطتين، نقطه اعتقد، نقطه والمنتخب اللي بيتغلب يبقى انت صعدت خلاص بشكل رسمي، او تعادل حتى، فيبقى انت صعدت بشكل رسمي للمباراه النهائيه. المنتخب المصري اللي لعب 4 مباريات، فاز في 3، تعادل في مباراه، لم يخسر اي مباراه، له 6 نقاط عليه، له 6 اهداف وعليه هدف واحد، وعنده من النقاط 10 نقاط. ليبيا لعب 4 مباريات، فاز في 2، تعادل في، لم يتعادل في ولا مباراة، وخسر في مباراتين، له 3 أهداف عليه 5 أهداف، له من النقاط 6 نقاط. الجابون لعب 4 مباريات، فاز في 1 وتعادل في 1 وخسر في مباراتين، جاب 5 أهداف وعليه 6 أهداف، النقاط 4 نقاط. أما المنتخب الأنجولي لعب 4 مباريات، فاز في مباراة
وخسر في 3 مباريات، له 3 أهداف وعليه 5 أهداف، وله من النقاط 3 نقاط. وبالتالي إن شاء الله مصر في المباراة في شهر مارس القادم، في المباراة النهائية إن شاء الله ذهاب وعودة مع مين؟ هنشوف بقى على حسب التصنيف، لها أمور كثيرة جدا هنشرحها لحضراتكم خلال الفترة القادمة. خلينا بقى نروح لأخبار سريعة جدا للنادي الأهلي. النهاردة كان في مران بدني للاعبي النادي الأهلي. كل التمرين النهاردة الحقيقة أو معظم التمرين النهاردة كان تمرين بدني. اللعيبة كلها كانت محتاجة هذا التمرين خلال الفترة اللي فاتت، وده شايفينه من خلال التمارين اللي حطتها الحقيقة موسيماني وجهازه الفني، ودي كانت التمرينة النهاردة. وزي ما حضراتكم عارفين كل اللي بيحصل ده استعدادا لمباراة الحرس الوطني وبداية الدوري إن شاء الله، ولكن حرس الوطني الأول يوم 16، ثم مباراة العودة، ثم بداية الدوري العام المصري. بكرة إن شاء الله راحة من التدريبات بفرمان من بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، وتعود التدريبات مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، وذلك استعدادا لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا. النهاردة الحقيقة حاجتين مهمين جدا بيحصلوا في النادي الأهلي، حاجتين مهمين جدا جدا جدا، دلالة على أصالة وعراقة ومبادئ وأخلاق واحترام هذا النادي الكبير. الحقيقة دي بالنسبة للجزء الثاني. الجزء الأول، النادي الأهلي الحقيقة زي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي عنده 3 مقرات، وإن شاء الله في صدد افتتاح المقر الرابع في التجمع الخامس، وبالتالي تهافت من الجميع على عضويات النادي الأهلي قبل الزيادة. خدوا بال حضراتكم لأنه الفترة دي فترة مهمة جدا جدا لكل من لا يعرف، أن الفترة القادمة ستزيد عضوية النادي الأهلي في جميع المقرات. خليني أقرأ لحضراتكم علشان تبقوا حضراتكم عارفين بالظبط ايه الرسم اللي هيحصل. لجنة العضوية بالنادي الأهلي استقبلت اليوم بمقر النادي بالجزيرة أعدادا كبيرة من المتقدمين للحصول على عضوية النادي، سواء العضوية العامة أو فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس. وشهد اجتماع اللجنة مع المتقدمين الجدد دراسة كل الأمور المتعلقة بالعضويات، وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر في وقت سابق أن يعرض على الجمعية العمومية النادي الأهلي في اجتماعها المقرر له نوفمبر المقبل زيادة قيمة العضوية في فرعي الشيخ زايد والتجمع من 250 ألف جنيه ل 350 ألف جنيه للمؤهل العالي، ومن 500 ل 600 ألف جنيه لمن دون المؤهل العالي. وبالتالي شهر نوفمبر القادم هو نهاية، لأنه الجمعية العمومية بعد الخدمات اللي بنشوفها داخل النادي ولكل أعضاء الجمعية العمومية والخدمات اللي بنشوفها جوه النادي عفوا، النادي طبعا محتاج ان هو عضويات اخرى ومحتاج فلوس الحقيقه علشان يقدر يصرف بيها على الجمعيه العموميه وعلى انشاء مقر النادي. خلي بال حضراتكم بيتم انشاء مقر للنادي في التجمع الخامس على اعلى مستوى، على اعلى مستوى. هتروحوا حضراتكم ان شاء الله اليوم الايام القادمه هنوري حضراتكم ايه اللي بيحصل في التجمع الخامس والشكل العام اللي هيبقى عليه التجمع الخامس، واللي بيحصل في الشيخ زايد برضو حاجة متطورة جدا وحاجة كبيرة جدا، واللي بيحصل في الشيخ زايد حاجة متطورة جدا وحاجة كبيرة جدا. وبالتالي اللي عايز يلحق بقى اليومين دول قبل بداية الجمعية العمومية، لأنه من 250 هتبقى 350 ومن 500 هتبقى 600 علشان تكون عضو في النادي الأهلي. الخبر الثاني الحقيقة النهاردة أيضا تكريم أسطورتين كبيرتين الحقيقة، النجم الكبير ورئيس النادي الأهلي السابق وأيضا نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة ومدير الكرة والنجم الكبير الكابتن حسن حمدي والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. نادي الأهلي بيكرم الكابتن حسن حمدي والكابتن حسن مصطفى ويمنحهما القلادة الذهبية. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قرر منح الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأسبق قلادة الأهلي الذهبية، تقديرا لحجم عطائه الكبير على مدار ما يزيد على 50 عام قضاها في خدمة النادي في المناصب المختلفة، لاعبا ومديرا للكرة ومشرفا على الفريق الأول وعضوا بمجلس الإدارة وأمينا للصندوق ووكيلا للنادي ونائبا للرئيس ثم رئيسا للنادي الأهلي في الفترة من 2002 وحتى 2014.
كما قرر مجلس الإدارة منح الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد قلادة الأهلي الذهبية أيضا تقديرا لعطائه الكبير للنادي الأهلي لاعبا ومدربا للفريق الأول لكرة اليد وما قدمه للرياضة المصرية والعالمية في العديد من المناصب المحلية والقارية سواء رئيسا للاتحاد المصري لكرة اليد ثم الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية حتى تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد من عام 2000 وحتى الآن ولمدة 6 دورات متتالية. وقرر مجلس الإدارة إقامة حفل تكريم للرمزين الكبيرين يوم 20 من الشهر الجاري. كل التحية الحقيقة لمجلس إدارة النادي الأهلي وتكريمه لهؤلاء الرموز الكبار. الحقيقة الفترة الأخيرة الحقيقة عدد كبير من الرموز بيتم تكريمهم، ولكن الكابتن حسن حمدي والكابتن حسن مصطفى الكل يستحق الحقيقة، ولكن الكابتن حسن والكابتن حسن حمدي والكابتن حسن مصطفى يستحقوا كل التحية وكل التقدير للدور الكبير اللي باذلينه سواء مع النادي الأهلي أو مع بلدنا الغالية مصر. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نستقبل النجمين الكبيرين الكابتن ماهر همام والكابتن شريف عبد المنعم، هنتكلم معهم أكتر فنيا عن مباراة اليوم منتخبنا الوطني ضد منتخب ليبيا. بعد هذا الفاصل النجمين الكبيرين في ضيافة البيت الكبير. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيفي الكبيرين الحقيقه النجمين الكبيرين، النجم الكبير الكابتن ماهر همام. ازيك يا كابتن ماهر؟ اهلا كابتن سلام، اهلا بيك حبيبي. ربنا مش ضيف طبعا، ده صاحب البيت قبل اي حد يعني ربنا يكرمك يا كابتن. ضيف ولا حاجه وايضا النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم صاحب بيت برضه قبل ما كابتن اسلام. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله. حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. منور انت امبارح، عملت كام واحده ايه؟ انا حاجه، انا انت اللي نورت وكريستيانو رونالدو. سيبك مني انا بس، خليك خليك. لا امبارح يعني عملت شويتين حلوين للكابتن شريف. يعني بسم الله ما شاء الله. لا انا جاي ضيف شرف، كنت كده. ربنا يديك الصحه يا كابتن شريف. كابتن ماهر، يعني كابتن ماهر اتفرج بس امبارح كان قاعد ما رضيش يلعب، كانت ركبته وجعاه امبارح. كان نفسي العب بصراحه. يعني امبارح اسلام يعني متعة، يوم حلو طول قوي الوقت قوي. متعه جميله، خصوصا ان انتوا عملتوا مهرجان جميل امبارح. فنون كره القدم يعني النهارده بنشوف منتخب مصر، عايز اقول لك قلدوكم في المثلثات اللي اتعملت، 3 اجوال اللي سجلت النهارده. أيوه. انتوا عملتوهم امبارح. امبارح كان في نخبه كبيره جدا من نجوم النادي الاهلي. أيوه. وكان مهرجان جميل خماسي، اتمتعنا الجماهير كلها اللي كانت موجوده. اتمتعت بشكل كبير جدا في الاداء. جميل بصراحه، كانوا جمال قوي في كل جول بيجي بشكل جميل جدا. وهو كان يوم حلو، يوم النصر ده دايما احنا بنحتفل طول شهر اكتوبر بنصر اكتوبر الحقيقه احنا كمصريين، يعني لانه يوم فخر وعزه ونصر الحقيقه. والنهارده الحقيقه ايضا كان يعتبر يوم احتفال تاني النهارده ايضا في مع منتخبنا الوطني، والاداء الرائع والنتيجه الرائعه الحقيقه. يمكن معرفش وجهه نظر حضراتكم ايه في المباراه. نص ساعه بالنسبه لي كانت يعني احنا بنزق وهم بيزقوا، احنا بنزق وهم بيزقوا، لغايه لما ربنا كرمنا والوضع اتغير بعد نص ساعه الاولى. انت زي ما قلت يا اسلام، انتصارات اكتوبر ما شاء الله، يعني من بدايه الشهر النادي الاهلي حقق انتصار لاول مره في تاريخ كره السله ان احنا بنفوز بالبطوله العربيه. مزبوط. وده انجاز كبير جدا لاولادنا وللنادي الاهلي. بالمناسبه بقى وحضرتك معانا ان شاء الله بكره على الهواء مباشره، هيكون ضيفي هنا في البيت الكبير اوجستي بوش المدير الفني، لاول مره الحقيقه هيكون ضيفنا بعد فوزه بالبطوله العربيه وبطوله منطقه القاهره. ان شاء الله يكون ضيفنا على الهواء مباشره بكره ان شاء الله اوجستي بوش المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. اتفضل. والحاجه كمان الجميله اسلام، ان امبارح حصل تكريم لاسر الشهداء. مظبوط. بصراحه يعني كانت ملحمه جميله جدا بين اسره النادي الاهلي طبعا ومجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب. ويعني عايز اقول كان يوم جميل جدا من الايام اللي فيها احتفالات نصر اكتوبر، وتولد بقى الانتصارات. يعني المباراه الاولى بتاعت منتخب مصر فتحت لنا الثقه للمباراه الثانيه. فوزنا على منتخب ليبيا 1-0 في اللقاء الاولاني، هو ده اللي ادانا الثقه النهارده ان احنا نكسب 3-0 في ليبيا. فعايز اقول لك اسلام ان فعلا الشهر اكتوبر ده شهر انتصارات، ادانا ثقه بشكل كبير جدا في اللقاءين
فالحمد لله يعني توجنا الهدف اللي احنا كنا بنسعى اليه، اللي كانت الناس قلقانه على اللقاء، وكان في ضغط نفسي واقع على الجهاز الفني واللاعبين في المباراه الاولى. لكن طبعا بعد المكسب النهارده يعني في سهوله في الاداء بالنسبه لمنتخبنا، قدرنا ان احنا نفوز بثلاث اهداف، والثلاث اهداف فيهم جمل جميله جدا لعيبه النادي الاهلي لعيبه منتخب مصر قدروا يحققوا الهدف اللي هم بيسعوا ليه. كابتن شريف، مباراه اعتقد جيده جدا، وان انت تفوز في مباراتين في 72 ساعه او في 3 ايام وبنفس التشكيل اعتقد كانت مفاجاه الحقيقه، لانه الكل كان متوقع على الاقل هيلعب بثلاثه في وسط الملعب ويليق، لكن هو بالفعل مفاجاه اللي هو عملها ان هو لعب بنفس التشكيل اللي لعب بيه المباراه الاولى. بنبارك لهم الاول طبعا، بنبارك لهم على الثلاث اهداف اللي هو على الارض اللي لعبوا عليها كمان. يعني لعبوا على الارض صعبه جدا ان هم يترجموا بهذا المكسب الكبير، فدي مجهود كبير وتركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني. وهو زي ما انت قلت المدرب ببعت رساله للمدرب الثاني، قال له انا جاي هاجم مش جاي ادافع بثلاث لعيبه في وسط الملعب. واسلوب اللعب بتاع المنتخب اللي هو اسلوب المثلثات، كل لاعب بيبقى معاه كوره بيظهر له اتنين كمان. كابتن مال قال لك اتفرجوا على اللي انت بتعمله امبارح، على امبارح خدوا منك شويه وعملوه لا ابتدوا يلعبوا لمسه واحده. انا اهم حاجه امبارح ان انا اللي خدت الكاس. هو ده انت روحت بيه؟ روحت انا ملك ده. ده حصل، ده نام جنبك. انا كنت هجيبه لك النهارده. اتفضل. ف الاسلوب اللي تناول بيه اللاعبين الهدوء، ايوه، في التعارف في اول مباراه زي ما احنا قلنا. اي نعم كان على ارضنا، كان في تكوين منتخب لسه جديد، مرموش في الناحيه الشمال اول مره بيلعب، بينسجم مع صلاح ومحمد مصطفى. طبعا انا ك مصطفى محمد، مصطفى محمد، انا ك لعيب رحت وشفت واتفرجت على المنتخب، وجود محمد شريف كان ضروري جدا في في المنتخب. قفشه حسيت بغيابه، يعني في كذا من حد من اللعيبه انا كنت اتمنى ان هم يكونوا موجودين زي اللعيبه اللي بتشترك في 30 دقيقه، زي النهارده رمضان صبحي لما نزل حوالي 30 دقيقه او اكتر على ما اعتقد، عمل شكل وعمل حضور وعمل حاله وعمل هدف وجاب جول. محمد صلاح حاله لوحدها في الملعب، وجودها بيوقف خطوط. لا كابتن، مهم جدا اللي حضرتك بتقوله ده، لان انا بشوف ان بعض التعليقات الحقيقه بتحس يلا صلاح بقى هات لنا هدف، هات لنا، هو صلاح ده هيجيب هدف؟ اتعودوا يعني اتعودوا ان الهدف يا كابتن ماشي، لكن وجود صلاح برضه يا كابتن ماهر لو سمحت تشترك معانا في بيفرق في المناقشه دي، لانها مناقشه مهمه جدا. انا كمصري الحقيقه بقى مش بتاع كرة ولا بتاع ولا اي حاجه، ولكن انا كمصري انا بشوف ان محمد صلاح، وكمتخصص بقى بعد كده في كره القدم، ابص الاقي ان لا، محمد صلاح بياخد جزء كبير حتى لو ما بيعملش حاجه وواقف في الملعب، بياخد جزء كبير من تركيز المدافعين مهما كان. بيلعبوا باثنين عليه اسلام، يعني مش بيلعب باك ليفت والستوبر كمان بيمين ناحيه صلاح، فانا اللي نايمين ده نايم وراه نايم جنبه. فاللي بيستفيد مصطفى محمد، وبيستفيد مرموش، وبيستفيد عمر عبد الله مرموش بتاعنا سوري عبد الله سعيد، عبد الله سعيد سوري، واللعيبه اللي بتيجي قادمين من الخلف كل العين بتبقى على صلاح. احنا اتعودنا والله صلاح عايزين الجون عشان اللي يكتب له حاجه لطيفه كده يقول له عندي دروس وعايز انام بدري، فهات بقى صلاح المكسب. فخلاص الناس شافت المكسب اللي بره كمان، الجون العالمي اللي جابه في مباراه مانشستر سيتي. كل التوسم ان هم مش عايزين صلاح بس يجيب الجول، لا هم حابين صلاح قوي. الناس وهو خارج من المباراه النهارده كله عايز يتصور معاه في ليبيا، وعايزين التيشيرت بتاعه. حاله في العالم دلوقتي جميله جدا. في ناس يقول لك اصله ما جاش الماتش اللي فات، في حد يقول لك لا، صلاح وجوده في الملعب بيوقف ناس كتير جدا. اشرح لنا يا كابتن بعد اذنك علشان يعني برضو اللي عايز يفهم، لما بيبقى في لعيب تقيل زي صلاح في ناحيه اليمين، الباك بتاعه ما بيتقدمش علينا، ما بيعملش اي خطوره، على طول صلاح بتحركاته بيربك اي خط دفاع. كل العين عليه، فالتانيين هم اللي بيستفيدوا، جميع اللعيبه اللي موجوده عندي. عشان كده هو اللي مش هو اللي بيحرز الاهداف. هو الماتش اللي فات النهارده مرموش هو اللي بيحرز الهدف، النهارده مصطفى وعمر، مصطفى فتوح رمضان وفتوح هم اللي بيحرزوا الاهداف. ودي لعيبه كلها من تحركات صلاح، العين كلها رايحه على صلاح، وهم بيتحركوا هم اللي بيجوا فاضيين، هم اللي بياخدوا الكوره، هم اللي عندهم الشكل. يعني الكره الهدف اللي جابه مصطفى محمد ده من مكان صلاح، تغيير صلاح لدخوله جوه مع السويتش مع مصطفى محمد، خلاص ما بقاش متراقب مصطفى محمد،
طلع باريحيه جدا وحاططها براسه جميله جدا جول. فوجود صلاح طبعا في المنتخب والنني كمان النني الحقيقه عامل حاجه هنتكلم، لكن انا صلاح لانه انا الحقيقه بشوف يا كابتن ماهر ان في ناس كتيره او مش كتيره الحقيقه، بعض برضو من الناس بيحاولوا يقول لك اصل صلاح ما عملش، اصل صلاح ما خلاش، اصل ممكن جدا، ولكن النظره الفنيه لحضراتكم يعني اعتقد هتبقى مختلفه. يعني ده ليه دور كبير جدا يا اسلام النهارده في مكسب المباراتين، لان صلاح نضج والنهارده بيقوم بدور الكابتن القائد داخل الملعب بشخصيته وادائه تحركاته زي ما شريف قال، في باك بيمسكه، في سرد باك بيميل عليه، في لعيب نص ملعب كمان بيجي يميل عليه، يعني في ثلاث لعيبه بتراقب محمد صلاح في الجهه اللي هو بيشتغل فيها النهارده. أيوه. صلاح كمان بلغه اللاعب المحترف الخبره بقى عمل اسيست، يعني النهارده لو عبد الله سعيد بساطه ما كانتش مؤثره وبياناته الحاجات البينيه اللي بيعملها للمهاجمين، النهارده صلاح قام بيها، النهارده صلاح بيقوم بدور اسيست كمان، يعني معظم لان صلاح لعيب مش اناني. النهارده صلاح بسهوله ادائه سهل على لعيبته، يعني قدر يوصل عمر مش للجول، قدر يوصل مصطفى محمد للجول، قدر يوصل عبد الله سعيد للجول، يعني النهارده كمان صلاح بيقوم بدور رمضان كمان ورمضان النهارده دبل باص اللي اتعمل معاه بشكل كبير، فده بياكد لك ان صلاح يعني مش اناني، يعني راجل بيسهل الماموريه على زمايله يعني، بس يعني احنا كان عيب كده واحده حاول يرقص كده فضربوه فخدوه منه اربعه وقف. ضغطوا عليه الكره كملوا الارض مش مساعدين كمان الارض مش مساعدين. وبعدين هو كمان يعني في حته ان هو بيساعد اللعيبه كمان اسلام، وده دور مهم جدا، اللي احنا في اوقات صلاح بيتمسك خلاص، فاحنا كان زمان لما صلاح بيتمسك شريف الدنيا بتقف او منتخب مصر بيقف، فالنهارده بقى عندنا في مفاتيح لعب اخرى، في جهات تانية بتقدر تشتغل، اطراف تانية بتقدر تشتغل، وده برضك بمساعد محمد صلاح ليها بشكل كبير. فالنهارده زمان لو هنرجع لورا شويه كان بيقولوا ايه منتخب محمد صلاح، الكوره الطويله اللي بتتلعب محمد صلاح، انت فاكر احنا ايام كنا اتعملت واحده على فكره النهارده، بس اللي هو جه ياخدها دي ويرقص لجوه ما عرفش من الملعب، فيها سرعه الارض فيها سرعه وبتنط وبتساعدكش على التفكير اللي ما انت ما تفهملهاش الاستلام الاستلام هتستلم ازاي في ارض لو الارض مساعده والكره بالطب زي ما احنا عارفين في النجيله الطبيعيه بيقدر يتحكم فيها بيقدر يرقص ويقدر يعمل كل الموفمنت اللي هو بيحبها. ما بيبقاش حتى المشاركه معاه في الكوره بتبقى سريعه قوي كده، لان هو بيبقى لما بيحاول يلم وكلام من، فالارض بقول لك اكبر مكسب لينا ان احنا كسبنا على الارض دي الثلاث نقاط بثلاث اهداف، ف مفيش اجمل من ان انا اتخيل ان صلاح ده حاله مهمه جدا مع منتخب مصر بيديله الاستحواذ حتى في الكوره، لما تيجي كل الناس بتحاول تدور تبص على صلاح تلاقي كل الفرقه بقت خاليه ماشيه والناس كلها عينها على صلاح والباقيين هم اللي بيستفيدوا، وانت بتحط الناحيه الثانيه عشان تجيب جول، والفرقه هي اللي بتستفيد في الاخر، يعني احنا اللي بنستفيد كلنا في الاخر تمام. احنا بنكسب يعني. كابتن ماهر كيف فاز منتخبنا الوطني النهارده في ظل ان الكل كان بيقول ان المنتخب هيبقى صعب النهارده ان هو يكسب، وهل يعني ايه اللي حصل؟ انت من مباراتين كانت الناس كلها ثايره على اداء المنتخب وعلى شكل المنتخب على الرغم من النتائج الجيده، لكن كانت الناس كلها ثايره. النهارده الناس شايفه ان المباراه اللي فاتت ما كانتش كويسه، بس خدت نقطه، خدت ثلاث نقاط، النهارده الاداء افضل بكتير وثلاث نقاط وثلاث اهداف كمان، ايه اللي حصل؟ المباراه الاولى يا اسلام هي اللي ادتنا ثقه، يعني هي والمفتاح اللي فتحنا بيه المكسب الاولاني في المباراه الاولى، الثلاث نقاط ادونا ثقه وخلونا بين اول المجموعه. بعديها بيومين طبعا او ثلاث ايام لعبنا المباراه الثانيه، كل الناس قالت ان ممكن الراجل كروش يغير طبعا من شكل واداء المنتخب، ممكن يلعب ايمن مكان احمد الفتوح واخد بالك، لكن طبعا واضح احترافيه الراجل يا اسلام ان هو جاي باستراتيجيه، جاي بخطه، جاي بشكل واداء لمنتخب مصر. هو اتكلم طبعا على ان منتخب مصر اسم كبير بيجمع لعيبه من اللعيبه الموهوبين اذا كانوا محترفين او اللعيبه المحليين، هو بالنسبه له الوقت قليل جدا اسلام اللي اشتغل فيه من الناحيه الفنيه، من الناحيه التكتيكيه، من الناحيه البدنيه، لكن شخصيته فرض اسلوبه من خلال شخصيته، يعني حسينا بشخصيه قويه لدرجه ان الالتزام اللي داخل الملعب في المباراه الثانيه يا اسلام فرق بشكل كبير جدا، وده اللي عمله الراجل. يعني لو تيجي لما تقول لي ايه بصمه الراجل في المباراتين اقول لك
شخصيته اللي فرضها واضحه في اسلوب اللعب والتمركز من خلال اللعيبه. يعني هو اتكلم على ان في عشوائيه في اداء لعيبه منتخب مصر بعدم الالتزام بالمراكز، التحركات فيها شيء ما فيهاش وعي تكتيكي. هو اشتغل في الفتره اللي فاتت دي على الجزئيات دي، ودي اخطر حاجه في بالنسبه لشغل راجل فني بالنسبه لمنتخب مصر، انك انت يحصل نوع من التمركز للعيبه داخل الملعب، كل واحد عارف دوره الدفاعي، عارف دوره الهجومي، جبهات تشتغل من ناحيه اليمين، جبهات تشتغل من ناحيه الشمال، في صانع العاب، في تحركات في التلت الهجومي. النهارده تاكدت ان احنا التلت تجوال الهجوم جوم بطرق مختلفه، فيها طبعا اندفاع بالفتوح، ودي برضك من ضمن الحاجات اللي تحسب للراجل. بقى في كثافه عدديه لاعبي منتخب مصر في التلت الهجومي لمنتخب ليبيا، شفنا اكتر من 6-7 لعيبه موجودين جوه ال 18 لمنتخب مصر، منهم الهدف الاولاني طبعا بتاع ابو فتوح اللي هو متابع، يعني باك ليفت متابع بشكل كبير، وبعدين يعمل تصويبه بشكل كبير في الزاويه البعيده، ففتحت نفس لعيبه منتخب مصر بقى في الاداء الجماعي بشكل كبير. ثم الاحراز الهدف الثاني طبعا كورس عرضي مصطفى محمد عملها بدماغه بشكل جيد، ثم الجمله مرموش، ثم الجمله التكتيكيه اللي حصلت النهارده، المثلثات اللي كانت باينه لما نزل رمضان صبحي مع محمد صلاح، ال1 2 والدبل باص اللي اتعمل من العمق قدر نحرز منه الهدف الثالث. يعني بدات تبان شخصيه الراجل. وانا عايز اقول لك اسلام، دي ميزه الكوتشات الكبيره، انك انت ما استناش وقت كتير، لا الكوتش الكبير اللي هو متواجد بشكل جدي من ناحيه الشخصيه من ناحيه الاداء، يبان الشغل الاسلام في خلال مبارتين ثلاثه، وده اللي احنا كنا محتاجينه من فتره طويله. ايوه، ان احنا منتخب مصر مش حاسين بشكل واداء منتخب مصر، يعني في حاجات ناقصه كتيره جدا. لكن النهارده مع كروش تحس كده ان في ثقه مدير فني، ثقة اللعيبة رجعت لها مرة تاني، هو من ناحية الثقة دي بيعرف يتعامل مع النجوم بشكل احترافي، اللعيبة بقت فيها التزام خارج الملعب وداخل الملعب من شخصية الراجل. النهاردة انعكس الأداء بشكل كبير جدا على منتخبنا من خلال شخصية الراجل، ثم شخصية لعيبة منتخب مصر في أدائهم في المباراة التانية مع ليبيا. كابتن شريف، التغييرات النهارده انا بالنسبه لي الشناوي طبعا، وهتكلم مع حضراتكم عن النقطه دي، ولكن انا بس مستني يمكن في المؤتمر الصحفي، انا ما اعرفش، ما حدش لسه قال لي حاجه على موضوع المؤتمر الصحفي، وببص في التليفون ما فيش حاجه لسه ظهرت من ان في، هو مش بعد المباراه المفروض يبقى في مؤتمر صحفي؟ المفروض صح؟ رسمي حتى علشان يطلعوا يتكلموا، ما اعرفش ايه اللي هيحصل. ماشي، بس لازم يبقى في مؤتمر صحفي يعني. صح صح، بيبقى في حتى عموما هنتابع طبعا، ولو في اي حاجه هيقولوا لنا عشان نقول لحضراتكم ايه اللي اتقال في المؤتمر الصحفي. فانا بالنسبه لي التغيير رمضان صبحي، انا كسبان 2-0، خلي بالك ما كناش بنشوف ده قبل كده. نزلت طارق حامد ونزلت حمدي فتحي، ولكن ايضا نزلت رمضان صبحي عشان يقدر يجيب اهداف. تهيألي اسلام هو ما غيرش عن المباراه اللي فاتت برضه، اعتقد يمكن هو ده الشكل في التغيير برضه في نفس الشكل، ممكن كل التوقيتات التوقيتات بس هي اللي فرقت معاه، يمكن اتاخر المره اللي فاتت شويه. المفهوم بتاعه في الهارموني بتاع المنتخب كله، هو مديه حريه للاعبين كمان. الراجل الحقيقه عامل توازن دفاعي هجومي، يعني انا ما بشوفش اي فرقه بتلعبنا، يمكن انا تعرضت مع الراجل ده لفرقه ليبيا بس وليبيريا على ما اعتقد الماتش اللي هو الحبي. اعتقد ان الفرقه دي لعبتنا دي ما عملتناش زيارات كتير قوي للجول بتاعنا، ما شفناش في حارس المرمى بتاعنا كتير، يعني ما تعرضناش لاي حاجه. مدي حريه حركه وثقه للاعب في حق، يعني ان هو انا يعني ما افتكرش ان مرموش بيدافع ويهاجم بيدافع ويهاجم دي تعليمات فقط، لا هو باسس فيه الروح دي. اللعيبه فيها عندها روح انها تادي، عبد الله سعيد عنده روح انه عايز يلعب، يعني مبسوط ان هو واخد الفرصه، مبسوط ان هو موجود في الملعب، عايز يدي احسن حاجه عنده. يمكن في عوائق كتير قدامه، سن، المسؤوليه كبيره عليه، الضغط النفسي على المباراتين دول لازم. النهارده كان افضل حتى عبد الله في النهارده كلهم افضل، او كل الفريق بالظبط الحقيقه. يعني الحقيقه هم التعارف اللي حصل في مصر هنا بينهم وبين اللعيبه، والاستحواذ بتاع فرقه مصر اللي كان هنا قوي جدا، فحسوا ان هم ما همش منافس، يعني لدرجه ان المدرب لعب بنفس التشكيل، ادى رساله للمدرب الثاني انا جاي اكسبك هنا، مش جاي ادافع ولا خيالك ما يروحش بعيد، انا مصر وهلعب باسم مصر، وفي فوارق كبيره قوي، امكانيات كبيره قوي،
بين لعيبه مصر ولعيبه ليبيا، يعني في الشكل، في الاستلام، في الريسك، حتى لما بتيجي تعمل ثرو باس، في السرعات، في وجود صلاح والنني ومصطفى محمد، دول على قدر من الاحترافيه. الاطراف عندك ابتدت تشتغل كويس قوي، في طرف بتاع فتوح النهارده ابتدى بعد 20 دقيقه الحقيقه، احنا بعد 20 دقيقه بس عشان ما بقاش ايه بنجامل زياده عن اللزوم، بقينا لينا وجود في ال 25 30 دقيقه الاولانيين احنا اتعرفنا على بعض وهم خدوا الشويتين بتوعهم بتوع الضيافه ان انتوا على ارضكم ومسكوا الكوره وهجموا هجمتين وكده، انما احنا بعد كده الاسلوب بتاعنا واستلام الكوره التكيف مع الارض خد بتاع ربع ساعه على الاقل او 20 دقيقه طبعا خد وقته، بقى ما بقينا ننقل الكره بانسيابيه وسهوله علينا، وتحرك الاطراف تحرك كل الخليه كلها وبقى في زياده عدديه زي ما ماهر بيقول جوه ال 18. احنا كنا بنلعب بطريقه 4 2 3 1 دي، كنا دايما بندور على مين اللي هياخد العرضيات، صح دايما صح بندور ان مهاجم واحد مش هيبقى يقدر يترجم الاهداف كلها. مظبوط. النهارده انا عندي في 18 ثلاث مهاجمين، واحد في العطار في الناحيه الشمال، واحد على الطرف ناحيه اليمين، وواحد قناص بتاع، ووراهم اثنين مستنيين اي حاجه تنزل يمين او شمال. بحس الفرقه فيها تكوين ان ممكن يجي هدف في اي وقت، ولو بنلعب في ظروف طبيعيه، يعني انا لو بلعب على ارض طبيعيه، يعني هنروح نلعب انجولا مثلا في انجولا في نوفمبر، اكيد هتلاقي ارض احسن من الارض احنا كنا بنلعب عليها دي، بس هتبقى مطالب منك تبقى ارض كل حاجه يعني ان شاء الله يعني. احنا خلاص احنا كده انجولا بره، انجولا بره اللعبه، مظبوط، بره الحكايه بقى خلاص كده. انت محتاج بس محتاج نقطتين فقط، واللي يكسب يكسب عشان الناس تبقى عارفه. انت محتاج مباراه، يعني مباراة. محتاج تكسب مباراه وخلاص كده. وعندك المباراه الاخرانيه عندك هنا في مصر اللي هي الجابون، ف ب 80% يعني بلغه الكوره كبيره قوي بقى نستعد ان شاء الله نستعد للمباراه الجايه برضو بقوه ان احنا نخلص الحكايه، وعايزين تصنيف كمان بتاعنا. التصنيف طبعا التصنيف ده عايزين نطلع محتاج من وقت عشان الناس تعرف النقط قد ايه. التصنيف بقى ده احنا عايزين نطلع من الخمسه اللي هم هيلعبوا التصنيف الثاني، صح؟ احنا بدل ما نروح مع شمال افريقيا نلعب افريقيا، صح؟ يعني ما نروحش في الحته دي اللي كل الامنيات لينا ان احنا نبقى في كاس العالم، وعندنا فرصه كبيره جدا. تفكير الراجل زي ما انت اتفضلت وقلت انت وماهر، المدرب عنده شخصيه، صح؟ عنده شخصيه تنفيذ القرار، يعني بحس انه ما بيسمعش حد، ما افتكرش ماهر اللي انا شايفه في الملعب ده، ده شكل هو شافه في ليبيريا وشافه في الماتشات والفيديوهات اللي اتعرض عليها، وقال انا هخوض بالناس دي، وخد جرأه، عنده جرأه في ان هو يقول. بس احنا انا مش معاه في حكايه الناس اللي هو قال ايه لا دول مش موجودين دلوقتي، لا صعبة شو الحكاية. أنا في كل مباراة شفتها في التلاتة كنت محتاج أفشة وكنت محتاج محمد شريف كبدائل لعيبة، وحتى مصطفى فتحي الحقيقة لعيبة على قدر مستوى إن هي تقدر تعوض لك أي حاجة في أي وقت. أنت ما تعرفش ظروفك إيه في كل المباريات، إحنا ما نعرفش ظروفنا إيه، إصابات. أدي النهاردة الشناوي جاله شد، يعني أبعد واحد إن أنت ممكن تفكر إنه ممكن يتعور عادي كده بدون التحام بدون اي حاجه. طيب بما اننا بنتكلم على الشناوي، خليني اسال حضراتكم عن قصه الشناوي ما حدث اليوم، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع النجمين الكبيرين كابتن ماهر امام وكابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن وائل جمعه دلوقتي يا جماعه كابتن بالمناسبه كان على قناه اون سبورت القناه الناقله للمباراه، وقال ان الشناوي لعب وهو سليم 100% والاصابه جات له وهو في الملعب، وبالتالي هو شيء عادي، ونفى ان يكون في اي موضوع يخص اي زعيق او اي حاجه حصلت او اي امر او اي حاجه من هذا القبيل. نفى الكلام ده تماما على قناه اون سبورت، وبالتالي ده كابتن وائل بيقول كده وهو مدير المنتخب، هو أدرى بالظروف وهو أدرى باللي بيحصل، لأنه إصابة الشناوي كان من الواضح أنه هو وهو طالع في حاجة، فكنت أتمنى الحقيقة أن يكون الموضوع يعني تشرح الموضوع، وجهة نظري كان يجب أن يتم شرح الموضوع بشيء من التفصيل شوية. يعني طبعا اكيد وائل كان مدير كوره ومسؤول وعايش في المعسكر مع طبعا هو مع اللعيبه، وادرى طبعا بالكلام اللي هو اتقال على لسانه، لكن احنا بلغه الكوره اسلام واحنا بنشاهد المباراه حاسين كده ان الشناوي خارج بيكلم عصام الحضري، واخد بالك يا شريف، في حوار ان انا قلت ان انا مش قادر، او انا قلت ان انا يعني ما ابداش
يعني ده الكلام اللقطه اللي جت من خلال ال 25 دقيقه اللي لعبهم الشناوي وهو خارج حتى الحوار اللي دار. يعني احساسنا كده ان هو في عتاب من الشناوي على عصام الحضري. ان انا قلت ان انا مش معلش عشان برضو بيصلحوا لي الكابتن وائل جمعه قال ان هو ما كانش فيه حوار ولا حاجه، ده الشناوي كان بيشرح للكابتن عصام ازاي اتصاب. ده كلام كابتن وائل جمعه. لو في اي حاجه يا جماعه لو سمحتم قولوا لي اول باول علشان نقول للجمهور ان هو يعني حاسس زعلان ان هو مصاب وعنده مباراه مع النادي الاهلي مهمه يوم 16 طبعا في النيجر. فهو يعني كحارس مرمى مصر وحارس مرمى النادي الاهلي وخلاص ادام الحكايه داخله على كاس العالم يا ماهر بالظبط، ماتشات مهمه وفي التاريخ مهمه وفي الكارير مهمه والتنافس الشريف يعني انك انت تبقى رقم واحد في مكانك وانت بتتعب جدا عشان تبقى رقم واحد عشان تحافظ على التصدر اللي انت فيه ده. بالظبط. احنا زعلانين كلنا على انه اتصاب الحقيقه، اتصاب بالنسبه لنا احنا كاهلاويه واتصاب بالنسبه لمصر برضه، والحكايه بتاخد اسبوعين ثلاثه. وانا باكد لك ان يعني الشناوي من النوع اللي ممكن تفاجئ انه جاهز يلعب يوم 16 شاء باذن شاء الله يعني شاء الله. هيكون في تريتمنت بسرعه يعني لعبت طبعا عشان يعني بس هو عشان يمكن السفر والمروحه انا حاسس كده يعني وامانه منه كمان يا اسلام، امانه منه ككابتن وحاسس بالمسؤوليه واخد بالك ان هو طلب انه يتغير طبعا 25 دقيقه طبعا ده تحسب تحسب خلي بال حضرتك ده بدايه الشفاء بالظبط تحسب بدايه العلاج اللي هو هطلع دلوقتي وهطلع دلوقتي وخلاص تلحق نفسك قبل ما تتفاقم الاصابه واللي بيجي على نفسه خدت بالك هو ده اللي بتبقى مشكله بالزبط. لكن فعلا هو شخصيته وخبرته وقلبه طبعا على فرقته قلبه على البلد طبعا. فطبعا من حي الشناوي بنقول له الف سلامه وقرار حكيم قرار حكيم منه بشكل كبير انه اختار التوقيت اللي يخرج فيه طبعا في مباراه مهمه زي دي والضغط اللي واقع عليهم. فالراجل كان امين بصراحه ويمكن الامانه دي كمان اسلام هي اللي وصلتنا للنجاح ده يعني دلوقتي بقى في احساس من لاعبي منتخب مصر ان كل الناس قلبها على المنتخب مزبوط. كل الناس عايزه تلعب وعايزه تادي وعايزه تكسب. لكن في اوقات لما بيحصل حاجه زي كده من الامانه ان طبعا الشناوي لعيب كبير وله خبره وحس ان ممكن الاصابه دي تزيد معاه او حتى كمان الاصابه دي ممكن تقلل من ادائه. فالراجل طبعا اختار التوقيت السليم واحنا بنحييه طبعا من خلال برنامجك ونقول له الف سلام عليك. وزي ما شريف قال ان فعلا خلال 3 4 ايام 5 ايام دول ممكن يقدر يرجع تاني الشناوي ان شاء الله باذن الله ويبقى موجود باذن الله في المباراه اللي جايه بيدي روح كمان للعيبه كلها ان المباراه الجايه ان هو هيبقى موجود في التيم باذن الله. يعني هو الحاجه الشد الخفيف قوي ده بيبقى ممكن يا 3 4 مع حراس المرمى ممكن بالزبط. لكن هو مع لو شد تقيل سنه ولا مش عارف احنا لعبنا كله سبرنتات ده يفرق معانا كتير قوي. بالنسبه لحارس المرمى ممكن في جلسات على طول بتتعمل ليزر دلوقتي الدنيا اتغيرت ممكن ما يشوطش ده المرمى ممكن ما يشوطش كده حاجات كتير قوي يرجع حاجات كتير جدا ممكن تعمل. لكن اتمنى له رب السلامه واتمنى ان يكون في خلاص هو كابتن وقلناها الموضوع الحقيقه الحمد لله يعني بما ان الموضوع اتقال في هذا الاطار خلينا نشوف هذا الموضوع لغايه لما نشوف ان شاء الله لما الشناوي نرجع يرجعوا باذن الله وهنعرف كل مصر انت هتعرف كلنا هنعرف مش انا لوحدي كلنا هنعرف الموضوع فيه. عموما كابتن شريف ايضا كيفيه التفكير بقى في الفتره القادمه لانه مهم جدا جدا ان انت بعد ما حطيت رجلك على البدايه الجيده ان انت لا تتراجع مره اخرى. ف البداية حصلت مع كارلوس كيروش، القادم ازاي؟ لا القادم بقى بشكل اوسع بمعنى بيقوي نفسه اكتر يعني حكاية كانت مضغوطة عليه في وقت صغير جدا عايز يعمل نتيجة ايجابية جدا الحقيقة اتنفذت النتيجة انما هو عنده كم من اللعيبة في مصر الحقيقة ممكن المنتخب ده يبقى واعد بشكل قوي اللي احنا كنا بندور عليه. اوكي كلنا بندور على شكل منتخب مصر مابقاش عشوائي ما يبقاش النهارده هنكسب ولا مش هنكسب. اسلوب اللعب اتغير كمان، طريقه الاسلوب في الملعب اتغيرت. يعني الطريقه الثابته اللي كانوا بيلعبوا بيها لحد النهارده فرق مصر كلها الراجل ده يمكن عنده سمه الجرأه شويه، سمه تغيير التحركات، دخول كذا لعيب مهاجم في التيم، وعنده كذا لعيب مهاجم بره التيم يقدروا يبقوا على قدر المستوى وكانوا موجودين ومحققين الهداف الدوري واللي احسن لعيب
السيزون والاحسن لعيب في فرقته زي لسه مش... عندك يعني حضرتك تقصد لسه عندك لاعبين تانيين لو دخلوا قوه المنتخب هتزيد. عندك 7-8 لعيبه في مصر كمان ممكن يستعين بيهم هو وهو منشن عليهم وهو عارفهم لازم يبقوا دول جوه الحكايه عشان ما يحصلش اي حاجه ما يلاقهمش. يعني ان شاء الله يعدي خلاص يبقى اول مجموعه باذن الله. خلاص هنيجي بقى على القرعه. شكل القرعه ده يبقى هناك هو معظم بلاعبته بشكله بكل ومفيش بقى خلاص الصعوبه عديناها اللي هو رايح جاي ده بتاع ليبيا اللي هو بيديك التقدم بتاع عندك الماتشات اللي جايه باذن الله تقدر تحقق النتيجه منها وتبقى عندك منتخب قوي لفتره بقى لنا كام سنه مش عارفين نعمل المنتخب ده. وبشكر الـ يعني الـ الشكل الاولمبي اللعيبه بتاعت فتوح المنتخب الاولمبي المنتخب الاولمبي ورمضان وكذا لعيب كل لعيبه ومصطفى مرموش خلي بالك منتخب اولمبي بس مرموش قبل كده مرموش كان هداف دوري ناشئين كان عامل حوالي بتاع بسال احمد ثابت قال لي 43 هدف في الناشئين. فاللعيبه دي كلها موجوده واكرم توفيق أكرم. سن اسلام سن بيفرق معاك قوي النهارده لما واحد بيبقى جاي يهجم عليا ثلاثه من عندي بقيت اشوفهم بيروحوا يدافعوا. لا النهارده اكرم يا كابتن الحقيقه على الرغم من التالق الكبير لاحمد فتوح ولكن اكرم النهارده من الناحيه الدفاعيه ماسك حمدي الهوني يعني بسم الله ما شاء الله ماسك حمدي واللي يمكن جنب حمدي كمان بعد حمدي بيتزحلق فوق ده ويعمل اللي ده وعنده الروح وانه يقطم لجوه ويرقص وعايز يرقص ويعمل عرضيات وعايز يعمل كل حاجه في الكوره مظبوط. التايم بيديله الحقيقه الوقت بيديله مع احتفاظ الراي الشخصي ليا انا كمان ان محمد هاني من احسن الناس اللي بتلعب في المكان ده طبعا ده شيء مفروغ منه ده شيء مفروغ فبرضه ده من اللعيبه اللي انا بقول لك مستر كيروش لازم يبص لهم ويشوفهم لان ده مكان لازم انا اعظم فيه بناس كتير قوي زي ناحيه الشمال زي ناحيه اليمين زي في اي نادي زي اي نجاح كلنا بندور على احسن لعيبه عندنا في مستوى اول في الحكايه. فهو الراجل عدى الاختبار الصعب والامنيه اللي كانت مطلوبه الست نقاط فلازم بقى يجمع اللعيبه كلها اللي هي متاحه قدامه وببلاش. انا ما عنديش انا عندي سمعه وعندي اداء وعندي كل حاجه انا شايفها فليه احرم نفسي منها؟ فمش عايزين كمان الناس تدخلنا السوشيال ميديا في حاجات مش موجوده اصلا. الميزه الكويسه كمان يا كابتن اسلام شريف ان بدا يعمل احلال وتجديد بلغه بس تقريبا هي نفس بس باستثناء عمر مدينه مش عايز اروح يعني. لها يعني احلال وتجديد مع اللعيبه الخبرات مع لعيبه وده طبعا اكيد في دماغه لان هو راجل كوتش كبير فهو الاحلال والتجديد ده شريف بالنسبه له هو بيسعى ليه خلال الفتره اللي جايه لان زي ما انت قلت عنده لعيبه منتخب الاولمبي مع لعيبه عندها خبرات يعني النهارده وجود حجازي وجود الشناوي يعني انت عارف يا اسلام بيبقى حجازي والشناوي والونش بصراحه برضه وبعدين عندك صلاح وعندك ان شاء الله النني وعندك كمان تريزيجيه جاي فانت النهارده عندك مجموعه من اللعيبه اللي عندها خبرات وبعدين بدا يحصل بقى بيدخل بقى بالراحه كده شويه شويه مدخل اهو اكرم منتخب اولمبي مدخل مرموش عمر مرموش بردك منتخب اولمبي ابو الفتوح فالحلو التجديد جاي في السكه وده اللي احنا عايزينه لان احنا المشوار طويل بالنسبه لنا ايوه فاحنا ده بردك من ضمن الحاجات يعني انت شايف يا ماهر ان عبد الله هيقدر يشيل الفتره الجايه لوحده عبد الله ميكر لا عبد الله بردك يشيل خبرات خلينا بس نتكلم كلام الناس اللي هو بيقولوه في الشوارع وبيقولوه في الحتت دي واللي الناس اللي بقت عندهم المشاهده العريضه اللي بيفهموا كويس قوي عبد الله مش هيقدر يشيل الفتره دي كلها لوحده وهو ثلاث ماتشات اهو شايفينهم مش كده بالظبط احنا لازم الحته دي يبقى فيها حد باور يعني كمان في المنطقه طبعا دي. الباب مفتوح للمنتخب هو قال يعني لان حتى هو مش ملاعب له طارق حامد والنني لا ده ملاعب له سوليه والنني يعني عارف لو طارق حامد والنني اعمل اللي انت عايزه يا عم عبد الله واتعلق انسى ان في حاجه اسمها ديفنس وراك. انا بالمناسبه النهارده وانا قاعد بتفرج على عبد الله كنت شايف عبد الله اقرب لرقم 8 من رقم 10 او من 9 بالظبط 10 وبعدين انت كمان يعني بس التوازن كمان يا شريف انت عندك النني وعندك طارق حامد وجود قفشه بقى دلوقتي مهم قوي يعني انا مع احترامي لعبد الله يعني انت النهارده عندك عامل السن مش موجودين في نص الملعب يكفي يعني انت برضك نني وطارق موجودين خبرات
موجوده بشكل الدم بقى الجديد اللي جاي وقفشه السن على اساس طبعا السن فارق معاك في الملعب قوي ال 23 سنه ل 27 28 سنه بتفرق هو ده اللي مخليك واقف على رجلك ولكن دايما زي ما اتعلمنا من حضراتكم ان دايما الفرقه لازم يبقى فيها تلت خبره بالظبط يعني بالزبط. ما بتبقاش الامور اكيد هو الراجل باصص لهذا الامر شايف واحنا كنا متكلمين مع حضراتكم ان من الاول خالص تعيين محمد شوقي في الجهاز ده ضربه معلم لانه وصلت او همزه وصل ما بين منتخبنا الاولمبي والمنتخب الاول وراي شوقي فيما حدث في المنتخب بالزبط. الاولمبي مين يلعب مين ما يبقاش موجود اعتقد ده كان شيء جيد واعتقد ان هو واضح كمان في الملعب يعني واضح في امكانيات اللعيبه اللي موجوده اللي هي بيبتدي بيها يعني هو بيبتدي يعني في لعيب عندي اسمه كوكا بيجي مع المنتخب ما بيشتركش واضح ان السن الصغير ان مصطفى محمد مالي الحته دي حركه وحيويه ومدي فرص كتير قوي في الملعب ان انت تديله العرضيات وتديله ده وشريف جاي كمان مين بقى شريف لسه انت بتقول معايا مين بقى كمان صاحب الحته دي محمد شريف اللي جه على نفسه وادى فيها اللي هو ما كانش بيلعب فيها اصلا واثبت فيها ان هو يقدر يلعب من على الاطراف ويقدر يلعب من جوه كان جاب ايه كان جاب اكتر من 20 ولا 21 جول 21 او 23 جول عدى 21 ف لعب في الحته دي وهو بيلعب على الاطراف اصلا يعني لعب فيها وادى فبتحطه في اي حته جوكر من زي اكرم توفيق كده بنتكلم عنه صح جوكر لعيبه كلها جواكر زي النهارده فتوح انا مبسوط منه تاني تايم بقى شخصيته وراح وبعد ما جاب الجون ابتدى ينطلق وابتدى يعمل الكور ويلعب السهوله اللعيبه بتيجي ومن مكسب لمكسب اللعيبه بتبقى اكتر ما دي الخريطه الخريطه اللي بيترسم عليها التشكيل يا اسلام شريف خريطه يبقى انت عندك النهارده عندك الشناوي وابو جبل يعني عندك الاساسي والبديل بسام خلي بالك برضه وبسام فانت عندك وصبحي يعني عندك صبح. وبعدين لما هتروح على الباك رايت عندك اكرم وعندك احمد فتحي احمد فتحي وهاني جاي ان شاء الله في السكه عندك الاثنين قلبي الدفاع عندك الونش وعندك حجازي وعندك ياسر ابراهيم جاي دي مكاسب كلها اللي احنا فيها دلوقتي الناحيه الشمال نفس الكلام فتوح وموجود ايمن وايمن جوكر يقدر يلعب مساك نص الملعب نفس الكلام هيبقى موجود طارق حامد النني موجود ياسر حمدي فتحي يعني كل الكلام ده بيبقى موجود خريطه واخد بالك بالتشكيله اللعيبه بقى مكانها الاساسي والبديل مش عايز اقول البديل يعني واللي بينافسه في المكان ده فوجود قفشه ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله هيبقى موجود انا شايف بصفه اساسيه ان طبعا عبد الله زي ما شريف قال مع احترامي دي برضك موضوع السن احنا محتاجين اللي بعد كده اسلام صح لقدام لقدام هو الدوري هيبتدي يا مان مش كده مش بكره في القرعه قرعه بكره ان شاء الله فيمكن كمان رؤيه الدوري وماتشات الدوري لو دخلت اثناء التصفيات واحنا بنلعب هو هيكون عنده رؤيه الراجل هيعمل كتير قوي هيشوف لعيبه في شكل تاني احتكاك تاني يشوف الكالتشر او شكل الدوري المصري اللي بيقولوا عليه من اقوى الدوريات اللي موجوده في المنطقه فممكن يكتشف هو لاعب اخر هيبقى عنده كوركشن في دماغه وعنده تغييرات وعنده حاجات منتخب مصر طبعًا وفي لا قدر الله حصل اصاباته كمان بتبقى في حاجات لازم يبقى في تغييرات معينه وفي لعيبه اقرب للدخول جوه المنتخب وهو حتى التسعه اللي كانوا موجودين اللي هو استبعدهم اسلام برضك لعيبه مميزه ما شاء الله اللي خرجوا بسم الله ما شاء الله خرجوا على القايمه بس هو زي ما كابتن شريف قال كده لما الدوري يبتدي والدنيا تبتدي هتلاقي من الممكن جدا ان هو عنيه تجيب شريف تجيب ماهر تجيب ناس مش شايفها حد ناس مش شايفها فممكن هو من الواضح ان هو بدليل ان هو خد احمد سمير من مباراه ومهند لاشين من مباراه لاشين الاهلي مباراه الاهلي ظهر ومظهر كويس عنده الملكه دي عنده الشخصيه دي هو جريء بيدي امل شكله جريء لا يعني. طبعا واضح انه ثقته عنده ثقه وجريء وما بيهموش ومعاه جهاز عنده خبره في الدوري جامد يعني طبعا بشكل كبير طبعا ضيا اتنقل من كذا فرقه ومحمد شوقي رابط معاه منتخبات مع الولمبي. شوقي واولمبيات وحاجات يعني هم يعني تيم يديك امل انك انت باذن الله يا رب ان شاء الله تبقى النتيجه 100% باذن الله يا رب ان شاء الله انا بشكر حضراتكم جدا يا كابتن مارع على وجودك معانا شكرا جزيلا والف مبروك لمصر طبعا هذا الفوز وتصدر المجموعه الف مبروك لمصر وان شاء الله انتصارات قادمه باذن الله ان شاء الله انا بشكرك جدا يا كابتن شريف على وجودك معانا شكرا جزيلا والف مبروك لمصر وتصدر المجموعه الف مبروك للجهاز الفني ولمصر كلها وللاعبين وان شاء الله اللي جاي يبقى زي ما احنا يا رب يا رب ان شاء الله يكمل كارلوس كيروش انا بشكر طبعا النجم الكبير كابتن مالا امام والنجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل ارقام هذه المباراه مع كريم سعيد واحمد ثابت ولكن بعد هذا الفاصل
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي الدائمين الحقيقه في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا كيمو؟ ده كابتن اسلام، كله تمام. مبروك لمصر طبعا الفوز وتصدر المجموعه. الف مليون مبروك للمنتخب المصري والجمهور، واعتقد كمان الف مبروك على الاداء والشكل المختلف اللي احنا بقالنا فتره يعني طويله ما شفناش الشكل ده من منتخب مصر. وكمان واضح جدا يعني ان عارف يا كابتن اسلام، في لعيبه ممكن تسمع كلام حد، ممكن ما تسمعش كلام حد. يعني كروش واضح ان هو مسيطر بشكل جيد جدا للعيبه، عارف يعني لما الشكل يعني انا بقول ايه، الشكل يتغير في الفتره القليله دي. طيب خلينا نروح للمعلق الكبير الحقيقه طبعا، ومحبوب المصريين الحقيقه، استاذ حازم الكاديكي. استاذ حازم ازي حضرتك؟ اهلا بيك كابتن اسلام، شو اخبارك حبيبي؟ وحشنا جدا، وحشنا جدا مصر بالطبع. كما قلنا يوم حقه ومبروك الانتصار، وكان عرس رياضي عربي جميل جدا. المهم كان في مدينه بنغازي احتفال جميل بمنتخب سيد افريقيا في هذه القاره. فان شاء الله مصر في كاس العالم باذن الله 2022، ونحيي كل متابعينك وقناه نادي الاهلي نادي القرن والجمهور الجميل. وانا سعيد جدا مع النجم من اسطوره النادي الاهلي كابتن اسلام الشاطر. وانا سامحني مش عارف من ضيوفك معاك، وتحياتي ليهم. كريم سعيد واحمد ثابت بيسلموا على حضرتك، ده اولا. ثانيا حضرتك وحشني جدا، ده اولا. ثانيا الحقيقه انا حابب ان انا اهنئ المنتخب الليبي، وبعيدا عن الناحيه الفنيه الحقيقه اللي هتكلم معاك فيها كتير، ولكن بعيدا عن الناحيه الفنيه، على الأخلاق الرائعة والأسلوب الرائع في المباراة وأثناء المباراة، حاجة جميلة جدا ما شفناهاش من زمان يا أستاذ حازم. والله أنا أولا أنا جدا سعيد أولا بتواجد المنتخب المصري، وحتى البعثة المنتخب المصري كانت سعيدة، وكان انطباعهم بأن الجو جميل بطريقة لا توصف يعني. والترحاب اللي لقوه من الليبيين هنا في بنغازي، تعرف بنغازي تمثل كل ليبيا، وكانوا فرحانين جدا واستقبلوهم استقبال رائع، واعطوهم كل الراحة تماما يعني في مكان في منتدى في كل ما يتوفر من سبل الراحة للمنتخب المصري. فنحن نقدم مصر طبعا بالنسبة لنا شيء كبير وشيء عظيم، ومنتخب مصر في بلده الثاني ليبيا اكيد لا ليس هناك فرق تماما يعني. ف هذه طبع الليبيين انت عارف طيبتهم وبساطتهم وحبهم لمصر، يعني الليبي الاصيل بيعشق مصر يعني. طبعا استاذ حازم، من الجانب الليبي كيف رايت المباراه الحقيقه؟ النهارده كانت المباراه نعم من المفترض انها هتكون صعبه، ولكن المنتخب نعم. أنا طبعا هي المباراه بعطيها لك من جزئين، هي من ناحيه فنيه المنتخب المصري تفوق علينا فنيا، خلينا واقعيين. نعم، ونحن عارفين حتى الشارع الرياضي في ليبيا عارف هذا الشيء. فنيا المنتخب المصري بحكم خبره اللاعبين ومشواره الكبير في افريقيا والدوري اللي يلعبوا فيه اللاعبين المنتخب المصري من خلال دوري منظم، القيمه التسويقيه الكبيره، هذه الامور الفنيه فيها فوارق كبيره جدا. ان المباراه طبعا جاءت في التوقيت والمجموعه وطعتنا مع منتخب مثل منتخب مصر، والبدايه كانت لنا خلقت لنا هذا التفاؤل بفوزين على انغولا وعلى الجابون. واصبحت طبعا حلم الليبيين. طبعا انت ليبيا اللي مرت بظروف صعبه جدا، 10 سنوات صعبه جدا على الوطن، و7 سنين بدون دوري وعوده، كانت المباريات اللي حققها اللي عشنا فيها، انا عشتها طريف جدا. عادت الشاشات على الساحات في طرابلس وفي درنا تشوف درنا من 4 سنين كيف كانت مختصبه من داعش، فكانت فيها الروح الحياه عادت بسبب كرة القدم لمت الليبيين، فكان هناك تفاؤل بان ليبيا تحقق مكسب. يعني عندما تفوز على منتخب مصر اكيد شيء عظيم، انه منتخب عظيم هذه الامانه، لكن بطبيعه الحال فنيا والمنطق فرض نفسه في النهايه، فاز المنتخب المصري. اخطاء كليمنتي في التشكيل لم يستقر عليها، كان واضح انه هو في المباراه الاولى غير عن المباراه اللي كانت في مباراه الانغولا عن تشكيله في مباراه مصر، كان هناك ارتباك فني من كليمنتي في خطته في المواجهات. في المقابل كان الاستقرار هو عنوان عند كيروش في التشكيل، هذا ما خالفه حتى في التغييرات. كان في هناك سمينا ان كليمنتي الشارع الليبي قال لك اصابه
زهايمر يعني حتى في التغييرات غريبه جدا عبد الله الشريف، ثم المنير في المباراتين لعب جوكر، لعب على اليسار لعب على اليمين، فمدرب قراءته الفنيه وادارته ما كانتش، وهذا ربما عامل السن يؤثر كثيرا، لان كلمنتي لا نختلف انه مدرب كبير تاريخيا، ولكن عامل الوقت قد يؤثر عليه بشكل كبير، وهذا ما خلفنا. لكن في المقابل كما قلنا لعب على الناحيه المعنويه للاعبين، الدافع المعنوي، ولكن الدافع المعنوي واجه منتخب عنده خبرات لاعبين اسماء كبيره، فاستحق في النهايه المنتخب المصري الفوز، فالف مبروك له. انا بشكرك جدا يا كابتن حازم على هذه المداخله، ويعني دايما بتنورنا وحشنا جدا، واحنا انبسطنا النهارده الحقيقه ان احنا سمعنا صوتك. حبيبي مبروك، وعلى القناة يا كابتن اسلام انا بشكرك، ونهني الاهلي بالفوز بالبطوله العربيه، وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي كل مصر يعني. حبيبي ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن حازم. كابتن حازم الكديكي طبعا المعلق الشهير والكبير الحقيقه الليبي، ورايه عن هذه المباراه. زكي ابو حميد انا ما سلمتش عليك لسه. الحمد لله تمام، كله كويس الحمد لله. الف مبروك لمصر طبعا الفوز والاداء الجميل النهارده، والفوز بثلاث اهداف وثلاثه كلين شيت ورا بعض مع كارلوس كيروش. يعني بصراحه يعني من زمان ما شفناش المنتخب بالشكل ده. واحد ودي بس عشان ما حدش يقول اتنين رسمي. اتنين رسمي وواحد ودي يعني. فمن زمان ما شفناش المنتخب بالاداء ده، وخاصه كمان بتلعب بره ملعبك. أيوه. في ظروف الملعب نجيل صناعي. أيوه. ملعب ضيق، مش ملعب واسع. تحس ان هو كان في مصلحتنا النهارده. يعني عشان طريقه لعب كارلوس كيروتش هي اللي ساعدت. هنتكلم ولكن عايز اخد رايكم برضو في التعليقات الكابتن وائل جمعه على موضوع الشناوي تحديدا، لانه عايزين نقفل الموضوع ده تماما، بما انه عندما سئل الكابتن وائل جمعه في قناه اون سبورت على موضوع الشناوي قال لك لا ده ما حصلش حاجه، هو اتصاب، هو كان سليم 100% واتصاب اثناء المباراه، وده طبيعي بيحصل مع اي لاعب، وهو خارج كان بيشرح للكابتن عصام الاصابه جت ازاي. هو بس الفكره ان كان في يعني احد الاصدقاء على السوشيال ميديا كان جايب فيد للمباراه. الفيد للمباراه يا كابتن اسلام بيجيب صوت الملعب بعيدا عن صوت التعليق. فالكلام اللي طلع من محمد الشناوي وهو خارج كان كلام واضح، ان هو قال قبل المباراه ان انا كنت شرح. قلت لكم مش عايز ارح. يعني بلاش ارح ما معناته يعني. فده كلام في الفيد اللي اتفرجوا على المباراه على الفيد، كان في احد يعني الاقمار. معلش ممكن تشرح يعني ايه فيد؟ تاني. لا الفيد يعني ايه؟ عشان يعني ايه فيد؟ الفيد ده اللي هو ان في بعض الكلام بيبان يعني ترددات القنوات من على اقمار صناعيه مختلفه. أيوة. الفيد ده بيذيع الماتش بصوت الجمهور. ايوه صوت الملعب، مفيش بقى صوت معلق، مفيش سكور شيت على الشاشه قدامك، هي فاضيه بتبقى شاشه فاضيه كلين. شاشه كلين تماما، وبتسمع المباراه بصوت الملعب. فكل حاجه انت سامعها تمام. فكلام محمد الشناوي كان واضح ان هو بيقول ما معناته، انا قلت ما لعبش، انا قلت ما شوطش. فواضح ان كان في شكوى يعني مسبقه قبل المباراه بان انا مش حابب ان انا اخوض المباراه لان انا تقريبا مصاب. فبالتالي واضح ان كان في خلاف على الحته دي، وساعات طبعا بتحصل ان في لعيب بيقول انا والله يا جماعه حاسس ان انا مش قادر، فالجهاز الطبي والجهاز الفني بيقول طب حاول يعني دوس على نفسك شويه، مباراه مهمه مش عايزين نخاطر في المركز ده كمان. أيوه. مباراه صعبه. فواضح التاكيد ان احنا دلوقتي امام وقت لازم الجهاز الفني لمنتخب مصر واتحاد الكوره يطلعوا تقرير طبي واضح، عشان طبعا النهارده تصريح رسمي الحقيقه. يعني انا الحقيقه انا بثق جدا 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 في صدق الكابتن وائل جمعه، وممكن اتكلم معاك يا احمد في النقطه دي. انا بثق جدا 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 في صدق كابتن وائل جمعه، واتمنى ان يكون ده اللي حصل فعلا، لانه او انا عارف متاكد ان ده ممكن يكون اللي حصل. ممكن تكون لحظه نرفزه، حاجه حصلت ما بين عصام والشناوي. ما برضو خلي بالك هنربطها بالماتش الاول. طب طبيعي، ما في حاجات كانت اسلام ظهرت قدام الشاشه يعني. يعني في امور، عارف لو مثلا الامور كلها الامانه في الكواليس واحنا عايزين نحافظ على الشكل العام، اقول لك اوكي يلا نجمل الكلام مفيش مشكله. كده حد اتكلم على وقائع حصلت ما نقدرش نتجاوزها. فهي الفكره ان في موقف حصل الماتش الاول، في موقف حصل النهارده، وفي اصابه، وبالتالي ما دام في اصابه يبقى هنا في دور للدكتور. الدكتور محمد ابو العلي طبعا واحد من اعظم الدكاتره يعني اصابات الملاعب في مصر، طبعا لازم نسمع وجهه نظره في هذا الامر. الامر مش فني بس، انا كنت اتمنى الحقيقه ان لما يطلع تصريح رسمي. طب يعني هم دلوقتي بيسمعوا التصريحات بتاعت كيروش اللي بيقولها علشان نقدر نقولها للجمهور.
فبالتالي اعتقد قد تزيل، مع ان انا بشوف ان كيروش من المديرين الفنيين مش هيتكلم على لاعب، وجهه نظري ان هو مش هيتكلم على لاعب. انا برضو شايف ان يعني الكابتن وائل جمعه بصراحه ما كانش نفى، يعني الناس كلها بصراحه شافت في التلفزيون يعني برضو حصل من قبل كده برضو من مباراه الذهاب، يعني احيانا النفي الناس كلها شافت، يعني مش لازم تنفي عشان تثبت عكس ده، لا يعني انا شايف بصراحه بوجهه نظر يعني ان الشناوي ممكن ما يكونش مرتاح قوي مع عصام الحضري. وجهه نظري كده شايف ان ممكن يكون الاحمال بتاعت عصام الحضري في التدريب لسه عنده نقص خبرات شويه، فعنده الاحمال زياده، يعني انا حارس مرمى يتصاب في الدقيقه 35 ولا الدقيقه 40 بدري قوي يعني، وشد في الخلفيه، احنا عمرنا ما شفنا الشناوي بيخرج باصابه يعني. فاعتقد لا يعني اعتقد لازم جلسه ولازم قاعده ما بين لازم يلموا الموضوع شويه ما بين يعني كابتن محمد الشناوي وكابتن عصام الحضري، لازم يكون في جلسه لان الامر باين، يعني باين ان ممكن يكون في مشكله في ازمه في الحته دي، بس اعتقد ان الفوز ان شاء الله يداري على الموضوع دوت. بس عايز اضيف حاجه على الحته دي قبل احمد قال نقطه مهمه قوي وخطيره بصراحه خطيره جدا. عصام اول مره يعني بيخوض تجربه مدير فني مدرب حراس مرمى منتخب مصر في التمرين يا كابتن اسلام، وخصوصا في موضوع حراسه المرمى، ممكن عصام للحظه يقتنع ان كل اللي معاه عندهم نفس امكانياته ودي نقطه خطيره جدا دي نقطه خطيره جدا 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 لازم هو يقف قصادها. لازم تشوف الاحمال في التدريب يعني مهمه جدا، لان ممكن تعمل للحارس بتاعك اصابات عضليه. الشناوي والحماس يا الشناوي ما بيجيش لا الحماس كمان فيه. عصام في حته المنصب حلو، وعصام نفسه يعني خد يعني شهاده من دوله الامارات حد الاسيوي وشهاده بي وعمل شغل بقى عشان يقدر ياخد المنصب ده. فوانت بتخش في المنصب ده ومعاك طبعا حارس مرمى النادي الاهلي الاول، حارس مرمى النادي الزمالك الاول، معاك كل حراس مرمى الكبار، فانت بتحاول انك تبين لهم ان انت بتديهم جرعات عشان تعلي من مستواهم او انت بتاثر في مستواهم. هنا في بقى يعني ايه خط فاصل لازم نقف عنده، ان مش كل الناس يعني عصام الحضري فعلا هو لاعب وهو حارس كان استثنائي. نتكلم على حارس مرمى في تاريخ مصر استثنائي بدنيا وفنيا وموهبه كل شيء، مش شرط ان كل الناس تبقى زيك، ومش شرط ان انت استيعابك للامور هيبقى هم استيعابهم هم الامور. فهي دي ده الامر اللي ممكن في وجهه نظري تكمل كده كان بيقول احمد طيب. يوصل الاصابه. انا لسه كنت بقول لك ايه على كيروش، ان هو مش هتكلم على لاعب، قال كده بالظبط، قال لك انا مش هعقب على لاعب او اصابه، ولكن انا عندي اتنين لعيبه اتصابوا في المباراه دي، احمد حسن كوكا وهو بيسخن محمد الشناوي. محمد الشناوي اثناء المباراه، وده بيحصل وطبيعي جدا، لكن ما قالش قبل ولا بعد ولا بتاع، وقال لك انا مش هعلق على النقاط دي، انا عندي اتنين لعيبه اتصابوا وانا هتعامل على هذا الشكل ولا هذا هو فتح المجال لانضمام كل اي لاعب خلال الفتره اللي جايه يشوف ويجيد هيبقى موجود في المنتخب الوطني. وقال ان هو بصراحه برتغالي بصراحه يعني الكلام ده انا بسمع يلا. فالحاجه الثالثه اللي قالها قالك ايه؟ قالك انا مش عاجبني الاداء تماما، انا عندي احسن من كده، المنتخب عنده احسن من كده يعني مع الفترات القادمه، يعني ثقه بالنفس، ويعني دايما بيحط الضغط على اللعيبه. وقالك الارض انا ما اتكلمتش عمري عن الارض، الارض عليا وعلى المنتخب الليبي، فبالتالي ما بيضعش اي مبررات. برتغالي جوزيه مورينيو بص نفس الطريقه ونفس المدرسة. انا قلت لك انا مش هتكلم عن حد في على حد بعينه. تاني حاجه عمره ما هيبقى راضي، عمره كان سامع اعتقد من الحته دي البرتغاليين كده يعني. لا واعتقد من الحته دي انت محتاج برضو يعني تاكد على النقطه اللي انا هقولها دي وتشرحها لنا، نقطه مهمه. اللعيب برضو في المنتخب يحب ان المدير الفني اللي ماسك المنتخب اسمك يعني الاسم نفسه طبعا يكفي طبعا. انا قلته انا قلت ايه عارف لما تيجي واحد يجي عريس لعروسه وفي الاب والام قاعدين مع بعض يقولوا ايه ده مالي مركزه ايوه بالظبط فهو نفس الشيء يعني تحس ان كارلوس كيروش يعني ما الاسماء موجوده والدنيا يعني الدنيا كانت تمام فلا تحس ان الراجل مختلف قد تكون الفكر المصري كده او اللعيبه المصريه عايزه حد تنظر له بطريقه او باخرى على الرغم من الاجاده الكامله لكل الناس اللي في الفتره السابقه الحقيقه من ناحيه النتائج لكن في النهايه مالي مركزه والشكل مختلف يعني حتى اداء اللاعبين في الملعب يا كابتن اسلام والتطور اللي شفناه في وقت قليل انا هنا بتكلم برضو بصراحه احيانا برضو نتكلم بصراحه المدير الفني معهوش جوي ستيك
عمال يحرك اللعيبه. لا ده مش موجود. هي الفكره ان اللعيبه عندها المساحه ان هي او المدير الفني او المدرب اللي هيقلها الاجواء انها تطلع الشكل اللي احنا شفناه ده. طبعا مع بعض اعتقد اللمسات اللي واضح جدا ان الراجل عملها بين الماتشين، يعني واضح جدا ان الراجل برده استفاد من الماتش الاول ولعب النهارده المنتخب الليبي على بعض النقاط عنده. لا بصراحه وطلع وماتش فعلا طلع حلو جدا. يعني كلام برده كابتن حازم الكاديك ان الفريق منتخب ليبيا او المنتخب الليبي انا اسف عنده النهارده كليمنتي لم يكن موفقا. من الواضح ان هناك في مشاكل. الليبيين بيقولوا هذا الكلام عن خافير كليمنتي ان هو لم يكن موفقا في اختياراته في كذا في كذا في كذا، وده اللي قدر يلعب عليه كارلوس كيروش في الـ هذه المباراه، وقدر ان هو يفوز بثلاثه. وكنت تقدر النهارده كنت ممكن تعمل نتيجه تاريخيه اعتقد. يعني طبعا هو انا عاجبني قوي بصراحه في كيروش، بصمته واضحه من ثالث مباراه. احنا دلوقتي انا شايف وجهه نظري ان منتخب مصر بيتحول في طريقه اللعب من 4-2-3-1 خلاص الى 4-3-3. كيروش النهارده اصلا طريقه لعبه المعتاده اللي بيلعبها على طول 4-3-3. النهارده اول مباراه يطبقها رسميا. احنا كلنا عبد الله السعيد كارتكاز كان بيلعب 8 كارتكاز ثالث، والنني هو اللي في النص، وجنبه عمرو السوليه. في 4-3-3 خلاص مصر في الفتره الجايه مع كيروش هتتحول الى 4-3-3. ده واضحه جدا النهارده في المباراه. النهارده لما شفنا هو ما غيرش حاجه في الاسم، ولكن هو يعني في الاسماء، ولكن هو غير في التوظيف. توظيف عبد الله السعيد تحديدا هو اللي غير طريقه اللعب. تصدق كان افضل وكان افضل. أنا طبعا وجهه نظري ان هو كان افضل يعني. صح. هو كان بيعمل كده مع الاهلي اوقات كتير عبد الله بيروح، بس النهارده هو محمي. لما بيبقى 3 ارتكاز فانت بتبقى في واحد بيغطيك من ورا، بيبقى في مثلثات، الدور الدفاعي بتاعك يعني مش بيبقى الجهد البدني بتاع عبد الله بيبقى قليل. بس هنا التحديات اللي جايه لكيروش ايه؟ انت بتلعب 4-3-3، طب عبد الله السعيد بصراحه 60 دقيقه 70 دقيقه هتاخد منه كويس جدا، لكن مين بديله؟ بديله في حته مركز 8؟ عشان كده بشوف ان قفشه لازم يكون له دور، لازم يكون له دور في المنتخب. كذلك مصطفى محمد هايل 10 على 10 النهارده، مهاجم بصراحه بسم الله ما شاء الله عليه، لازم لكن لابد من وجود بديل ليه على نفس الكفاءه زي محمد شريف. دي حاجه مهمه جدا. يحسب ايضا لكيروش اكتشاف عمر مرموش. عمر مرموش واحد من الاكتشافات المهمه جدا. على فكره هي طريقه اللعب 4-3-3 لما نيجي نشرحها على السبوره. دور محمد صلاح مع كيروش مش ان هو بيتحول بقى كمهاجم، محمد صلاح هيبقى صانع الالعاب بتاع منتخب مصر. ازاي؟ ان هو بيخش للعمق وعمر مرموش هو اللي بيقطع من على الجنب، بيتحول كمهاجم تاني جنب مصطفى محمد. لو تفتكر عماد متعب اعتقد في 2008 او في 2010 ما جابش ولا جون مع كابتن حسن شحاته. في 2008 2008 ما جابش ولا جون في البطوله. فساله كابتن حسن، يعني من الحاجات اللي لازقه في دماغي جدا، فلما ساله كابتن حسن عفوا قال لك ان عماد متعب واحد من افضل اللعيبه اللي لعبت في المنتخب في كل الماتشات. صحيح. والوحيد اللي لعب الماتشات كلها. صحيح. طب ليه يا كابتن حسن؟ قال لك لانه بيفتح مساحات لزمايله، بيفتح مساحات، بياخد العيب، بيفتح المساحات لزمايله اللي كان بيجيب. صح. زيدان وشوقي وحسني وعمرو زكي ومحمد صلاح بيعمل كده بالظبط. انا بشوف ان دور محمد صلاح بالعكس. انا بشوف ان محمد صلاح وجهه نظري انا، انا عارف ان في ناس كتير بتزعل، لكن محمد صلاح كنت شايفه كويس جدا. صح. وبذل مجهود هو يحترم وجهه نظري. صح. في استثناء الكره الوحيده اللي جاي رقص فيها وما اتحسبتش فاول ووقف، لكن غير كده لا. انا شايف ان محمد كويس جدا، بيؤدي ما هو مطلوب منه باحترافيه كبيره جدا، و اللي جاي افضل كمان مع محمد صلاح. هنكمل كلامنا على هذه النقطه بتاعت طلعه السبوره. صح. مش هبد لكم. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نشوف الجمل الفنيه والتكتيكيه من خلال سبوره البيت الكبير بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هنتكلم عن بعض الجمل الفنيه فيما يخص مباراه منتخبنا الوطني ضد منتخب ليبيا مع طبعا كريم سعيد واحمد ثابت. هنبدا بكريم، اتفضل يا كريم. طبعا اهم حاجه انا شايفها النهارده مباراه النهارده اللي عملها كيروش، وممكن اقول بصمه من مدير فني عنده الايه الحد الادنى من الامور اللي ممكن تخليه يكسب. يعني كيروش من المدربين فعلا يعرف يكسب. واحده من النقط النهارده شفتها انه قرب الخطوط ما بين اللعيبه النهارده بشكل ممتاز جدا. يعني مثلا النهارده الناس بتقول فتوح عامل مباراه ممتازه، محمد صلاح برضه عامل مباراه ممتازه، مرموش عامل مباراه ممتازه، مصطفى عمل مباراه ممتازه. انا في وجهه نظري
نجم منتخب مصر الاول النهارده عندي محمد النني. ليه؟ محمد النني كان اكتر لعيب في خط الوسط عامل ربط ما بين الخطوط بشكل رائع جدا جدا جدا. حتى احنا في اول 25 دقيقه كنا بندافع بشكل في تركيز اكبر من الهجوم، ما عملناش مهاجمات خطره في بدايه المباراه، بس كان واضح جدا ان في تركيز من كيروش ان هو يثبت رجل اللاعبين في الملعب في الناحيه الدفاعيه. اللي عمل لنا الحته دي محمد النني بسبب قرب المسافات، وكمان الحته اللي انا حسيت يعني مثلا اهم سؤال حابب اساله مين يتفرج على ماتش، احنا مين الفرقه اللي انت حاسس ان عددها اكتر من الفرقه الثانيه؟ ده مش حد في فريق بيلعب 13 فرقه بيلعب 11، لا الفكره مين اللي منتشر بشكل افضل. ده النهارده احنا حسيناه بشكل واضح بسبب النهارده كان في قرب خطوط، اللعيبه بتتحرك مع بعض، منتخب مصر بيهاجم يعني مثلا الصوره اللي قدامنا 4-3-3 هنلاقي قدامنا في الماتش ان في اول ما بيطلع قدام حجازي والونش على طول بيقفوا في نص الملعب، مفيش فجوات، حتى عبد الله السعيد مش معزول زي ما كنا بنشوف مثلا في ماتش في ماتشات سابقه لمنتخب مصر ان في فاصل ما بين خط الوسط وخط الهجوم. وانا شايف دي اهم نقطه النهارده كيروش اداها للمنتخب، وضعا في الاعتبار التالي الكلمه اللي انا قلتها هنا في البيت الكبير من حلقتين سابقتين ان المنتخب الليبي منتخب متواضع فنيا، فمش عايزين نعظم الانتصار لما برافو عليك ابعد هو برافو عليك. احنا قبل المباراه دورنا ان احنا نقول ونعمل ونحشد وكده، لكن بعد المباراه انتهت الحقيقه المنتخب الليبي منتخب متوسط او اقل من المتوسط، ومش عايزين نضخم الموضوع قوي، ولكن هناك ايجابيات كثيره جدا يا احمد حصلت في هذه المباراه. في النهارده في بصمه واضحه بصراحه لكيروش في طريقه اللعب زي ما قلت لحضرتك، طريقه التحول ل 4-3-3 طبعا اكرم محمد الشناوي بنفس الاسماء المرمى نفس الاسماء اكرم توفيق احمد حجازي والوينش اثنين مساكين وابو الفتوح ناحيه الشمال، الثلاثه الارتكاز محمد النني هو اللي قدام الاثنين المساكين، على يمينه عمرو السوليه وعلى شماله عبد الله السعيد، هنا محمد صلاح ناحيه اليمين، السهم اهو محمد صلاح بيتحول ايه لصانع العاب بيدخل للعمق، عمر مرموش اللي هو ناحيه الشمال هو اللي ايه بيخش دايما برضو للعمق كده كمهاجم تاني جنبه مصطفى محمد اللي بيروح ناحيه اليمين سنه. يعني لو شفنا الجون الاول مثلا اللي هو الجون التاني اللي هو جاب بالعرض عمر مرموش كان واقف على الكوره، مصطفى محمد راح اتحرك في ظهر الباك ليفت اتلعبت له، هتلاقي برضو الجون التالت محمد صلاح لعبها رمضان صبحي منين من العمق. اذا محمد صلاح بيتحول لصانع العاب، مصطفى محمد دايما بيتحرك ناحيه اليمين، عمر مرموش اختياره هنا عشان بيتحول كمهاجم تاني، فدي طريقه لعب كيروش اللي هي 4-3-3 مع منتخب كولومبيا كان بيلعبها وبيطبقها حاليا مع منتخب مصر. تعال نشوف الحالات اللي بتثبت الكلام ده اللي هي طريقه لعب 3 ارتكاز. اول حاله معانا ادي الطريقه في ادي منتخب مصر طبعا في الحاله الدفاعيه تقارب الخطوط زي ما كريم قال محمد النني عمل مباراه هايله، اكتر لاعب قطع كرات في الماتش 17 مره محمد النني هايل بصراحه. محمد النني اهو في العمق، على يمينه مين؟ عمرو السوليه اللي هي السبعه متر ما بينهم و او 7 متر والناحيه الثانيه برضو ما بين النني وما بين عبد الله السعيد 14. فاذا ادي الثلاثه الارتكاز واضحه جدا، المفروض عبد الله السعيد في المعتاد بيبقى قدام الاثنين الارتكاز، يعني المفروض بيبقى راس المثلث، لا ده هو دلوقتي بقى الناحيه الثانيه، فبقت طريقه اللعب 4-3-3 واضحه جدا. نكمل، عبد الله السعيد برضو عمل ماتش كويس جدا في الدور الدفاعي، ادي برضو نفس الحاله ثانيه اهي، ادي المثلث اهو فين؟ عبد الله ناحيه الشمال، عمرو السوليه ناحيه اليمين. ميزه الطريقه دي ايه؟ ان هي بتعمل مثلثات، بتعمل انتشار وكثافه عدديه في كل جنب. يعني الجنب اليمين بيبقى فيه عمرو السوليه وفي اكرم توفيق وممكن يضم عليهم محمد صلاح، الجنب الشمال فيه عبد الله السعيد وفي احمد فتوح وبيضم عليهم عمر مرموش والنني في القلب. فدي واضح جدا بصمه كيروش في طريقه اللعب. نكمل الصوره اللي بعدها، نفس الفكره ده طبعا بقى دي طريقه لعب منتخب ليبيا. يمكن المعلق حازم الكاديكي قال ان هو كان غير موفق، هو كان فكره النهارده هو كان بيلعب في مباراه الذهاب 5-4-1 وطريقته المعتاده 4-3-3، النهارده فاجئ منتخب مصر ولعب 4-2-3-1 هاجم، لعب بالطبال جناح يمين مؤيد اللافي صانع العاب، الهوني ناحيه الشمال ولعب بال 4-2-3-1 وحاول ان هو يعمل ضغط عالي، ولكن طبعا نجاح كارلوس كيروش في ان هو يقرب الخطوط دي قدرنا ان احنا نطلع بالكوره وان احنا نعتمد على نخلق اهداف ونجيب اهداف من خلال تحركات محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد. انا الحقيقه بشوف برضو ان المنتخب الليبي هناك فارق كبير ما بين مستوى المنتخب الليبي من الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المنتخب الليبي من الناحيه الدفاعيه منتخب جيد جدا،
جيد جدا. صحيح. من الناحية الهجومية هو منتخب ضعيف. لا احنا او لما فتح اللعب ايوه بان، لانه هو لو كان لعب كده في مصر، لو كان لعب بنفس الطريقة دي في مصر كان ممكن تقدر كمصر تحرز اهداف اكتر، وبالتالي انا بشوف ان هو لما غير طريقة لعبه فرقت كتير. لو ما كانش بيلعب كده قدام الجابون ولا انجولا بالظبط، هذه الفكره. المنتخب الليبي لما كان قدام الجابون وقدام انجولا مش مطالب بالمكسب، ساب الكره للجابون وساب الكره لانجولا زي ما شرحنا هنا، قدر يستغل الهجمات المرتده ويجيب الجون ده التارجت ساعتها، هو بينجح فيه، بيعرف يلعب الطريقه دي. النهارده هو اضطر يغير الطريقه ليها كابتن اسلام، ان هو مجبر ان هو يكسب، لان هو خلاص هو خسر ماتش برج العرب واتاخر في النقاط في الترتيب. فهو طبعا منطقيا انا خلاص المجموعه دي هيتاهل منها منتخب واحد بس، فلازم ان انا النهارده افتح خطوطي ولازم اغامر واهاجم. النقطه بقى الكويسه كمان اللي عملها كيروش انه عارف ان المنتخب الليبي لما يجي يهاجم هيهاجم عن طريق الكرات العرضيه. النهارده ما فيش ولا كره عرضيه حسينا فيها خطوره. ليه؟ النهارده احمد حجازي يعني بالعكس ده خطوره هناك منتخب مصر، منتخب ليبيا في معانا في مصر كان هنا اخطر، كنا لسه اول مواجهه. النهارده هو بقى شافهم، ده الماتش التاني، وده دايما انا بقول المدير الفني الشاطر اللي لازم يثبت لي ان في المواجهه التانيه قدام نفس الفريق بيقدم اداء دفاعي وهجومي افضل، ده شغلك. مظبوط. يعني النهارده ما ينفعش مدير فني يقنعني ان انت النهارده ذاكرت كويس في المواجهه الثانيه او الثالثه بتقدم اداء أسوأ من المواجهه الاولى، لا يبقى انت هنا عندك مشكله. المشكله مش عند اللعيب بس، اضيف كمان يا كابتن اسلام ان فعلا اللعيبه النهارده كم الجري وكم التنفيذ في حته التمركز، النقطه دي صعبه جدا، الموضوع مش سهل في الملعب. اللعيب عشان يفضل مركز ان انا النهارده اتواجد في المربع ده وما زدتش، يعني فتوح النهارده ليه شكله ممتاز؟ لان كل الاماكن اللي تواجد فيها كانت بيرفكت بالنسبه للشكل بتاع الفريق. يعني معنى احمد فتوح في الهدف، لو معانا صوره الهدف في الهدف الاول، احمد فتوح فعلا ما كانش متوقع ان الكره تتلعب له بالشكل ده اصلا، هو راح لان هو ده المفروض يعمله. الكره اصلا فعلا ساعدتنا، يعني لو شفناها الكره لما اتقطعت واتلعبت، لا هي لعبها صح. يعني طبعا مصطفى عاملها، بس كان فيها دربكه، لكن بعيد عن الدربكه فتوح واخد القرار ان انا رايح للمنطقه اللي ورا عمر مرموش، لان انا هي دي اللعبه، انا لازم اسرع ورا الفول باك لان هم خلاص بداوا يخشوا لجوه. فهو هنا عمل ايه؟ عمل الحاجه اللي هو متدرب عليها دي، ده تكتك تاني. الكرات بتاعتنا اتفضل يا بص عمر مرموش فين؟ يعني عمر مرموش المفروض هو داخله، بص هنا جري الفتوح دي اللي تبين لك ان ده تصرف لاعب متضرر. يعني ده واحد متقال له هو ما راحش دي عشان اللعبه عايزك كده، لا هو راح ده عشان هو ده السيستم بتاع اللي انا دورت الكوره وفرغت المساحه ورا الفول باك، فاجري في الحته دي عشان اكسر التسلل واقدر انفرد بالمرمى. عشان كده حتى وهو بيشوط الكوره احنا حاسين هو بيشوط بيعمل حاجه عاديه بسيطه والكوره راحه زي فعلا ما الكتاب بيقول. فده انا بشوف ده بصمه من بصمات كيروش مع الفريق. الجماعيه كمان في الاداء في الثلاث اهداف واضحه جدا، يعني الجماعيه عمر مرموش دخل للعمق، ومحمد صلاح فين؟ برضو داخل بيتحول كصانع العاب، وادي احمد ابو الفتوح اتفضت له المساحه وهو مرموش كراس حربه مش صانع العاب، اتفضت له المساحه لابو الفتوح وجابها جون. على فكره الجون ده جه من خلال اكتر من 12 تمريره، احنا حاسبينها تقريبا كام دقيقه لو هو قالوا لحضرتك دقيقه تقريبا اهي دقيقة الجون ده، استحوذنا على الكورة دقيقة و 11 ثانية كاملة. الهدف الأول، الهدف اللي هو بتاع أحمد أبو الفتوح الأول لمنتخب مصر بعد دقيقة و 11 ثانية من عدد الكورة في رجلينا من خلال تمريرات. اوكي 24 تمريرة حاسبينا تحت، 24 تمريرة ودقيقة و 11 ثانية. تخيل منتخب مصر الجماعية وصلت ليه النهاردة، كان أداء ممتاز في الجماعية. أوكي. والتحرك بدون كورة والتقارب والتنظيم وتقارب الخطوط الثلاثة خلى إن إحنا نجيب هدف من زمان، إحنا ما جبناش جون من 24 تمريرة بصراحة. نكمل برضو الحالة اللي بعدها، الهدف اللي بعد كده ده دي طريقة لعب ليبيا قدامنا النهاردة زي ما إحنا شايفين الدوائر، وادي مؤيد اللافي، وادي الأربعة 2 3 1 اللي كانوا بيلعبوا بيها، شايفين النني فين؟ أهو هو اللي معاه الكورة، هو اللي بيحضر الهجمة، على شماله عبد الله السعيد وعلى يمينه عمرو السولية زي ما قلنا، هنا برضو محمد صلاح، مصطفى محمد، وعمر مرموش بيخش للعمق، وأبو الفتوح فاتح خالص. أيوه نكمل برضو نفس الفكرة، عمر مرموش وادي محمد صلاح بيخش للعمق زي ما قلنا أهو،
دي لعبه الهدف اللي هو الثاني اللي هو عمر مرموش داخل. بص مصطفى محمد بيتحرك فين زي ما قلنا دي الصوره اللي هي اللي احنا جبناها اول الفقره خالص لما قلنا محمد صلاح بيخش للعمق كصانع العاب، مصطفى محمد بيتحرك ناحيه اليمين سنه صغيره، عمر مرموش بيخش لجوه وراح شايف مصطفى محمد قطع طبعا ثغره دفاعيه، ودي شطاره من كروش ان هو استغل المساحات اللي ورا الظهيرين. ساعه ما اتكلمنا عليها في حلقه قبل المباراه وقلنا ان المساحات الموجوده ورا الظاهرين بتوع منتخب ليبيا ثغره ونقطه ضعف واضحه، النهارده عمر مرموش بيبص للمساحه الفاضيه ديت وبيلعبها في ظهره اللي مصطفى محمد طبعا بيتحرك. النهارده مصطفى محمد عمل ماتش كويس جدا، سجل جون وصنع جون، صراحه برضو اداء ممتاز من مصطفى محمد. الحقيقه كل المنتخب النهارده يستحق التحيه ويستحق التكريم. كريم اخيرا لو عايز تقول حاجه عن منتخبنا خلال الفتره القادمه، لان انا يهمني ان احنا نتطور. انا عجبني جدا التصريحات بتاعته بس هي متوقعه الحقيقه. اهم حاجه عايزين بس نوضحها للساده المشاهدين ان احنا طبعا النهارده خلاص قاب قوسين او ادنى من احتلال صداره المجموعه، ولكن السؤال المهم لينا ان طبعا مش دي الجوله تصنيف المؤثره في التاهل. احنا النهارده لسه عندنا الجوله الثالثه والاخيره وهي دي الخطر اللي هتبقى معتمده على التصنيف. وعايز اقول معلومه مهمه ان احنا طبعا لغايه دلوقتي لسه ما نعرفش ميعاد القرعه امتى، ما تحددش، لكن مهم جدا جدا عندنا ماتشين في شهر نوفمبر. ماتشين دول ما عندناش اي حل تاني غير الانتصار. ليه؟ لان احنا حاليا بنقبع في التصنيف السادس في افريقيا، بننافس نيجيريا والمغرب وتونس، الثلاثه دول ورا بعض فرق ما بينهم حوالي من 6 ل 10 نقاط، واحنا دلوقتي حاجه و30. بقى تصنيف في اكتوبر ان شاء الله هنقلل الفجوه ما بيننا وبين نيجيريا من فارق 50 نقطه لفارق 32 نقطه. طيب بفترض لو القرعه اتعملت في ديسمبر يبقى احنا النهارده ربما نستفيد بمشاركتنا في كاس العرب، طالما ان هي بقت بطوله رسميه وبالتالي ناخد نقط فيها اذا حققنا فيها انتصار كويس. يبقى احنا كده عندنا ماتشين في نوفمبر وماتشات كاس العرب، خدنا نقط كتيره ان شاء الله نعدي نيجيريا. ان احنا مهم جدا نبقى في اول خمس. الوضع هيبقى مختلف طبعا. ليه؟ هيبقى عندنا مساحه نقابل بطل مجموعه مالي اللي هي المفروض سهله، او مجموعه تنزانيا والكونغو الديمقراطيه. لكن لو نزلنا في الخمسه التانيين هيبقى كده بتواجه جزائر، السنغال، مغرب، تونس، نيجيريا. شكرا يا كريم مش عايزك تقول ده خالص. احنا ان شاء الله ربنا هيكرمنا في مباراتي نوفمبر ومباريات كاس العرب. اخيرا انا شايف برضو اكرم توفيق قدم اداء ممتاز الحقيقه، حط حمد الهوني في جيبه ده للمباراه الثانيه، مره في الترجي ومره النهارده. اعتقد ان يعني بصراحه يعني المنتخب ماشي بشكل كويس، ولكن لازم التحديات اللي قدام كيروش البدايل. انت النهارده عمر مرموش لما بديل ليه حط رمضان صبحي، طب مين بديل مصطفى محمد النهارده؟ كوكا اتصاب قال لك في التسخين. انا شايف ان محمد شريف طبعا افضل من وجهه نظر يعني افضل من كوكا، لازم يكون موجود محمد شريف. كذلك برضو قفشه لازم يكون موجود النهارده، اكرم توفيق برضو لازم يكون ليه بديل مميز على المستوى الهجومي. أوكي. لان انت محتاج برضو ظهير ايمن، فهنا البدايل ده الدور المهم اللي لازم يدور عليه كروش في الفتره الجايه. عموما كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وكالعاده امتعتونا وفهمتونا ايه اللي بيحصل مع منتخبنا الوطني، ونتمنى لهم يا رب كل التوفيق. انا بشكرك جدا يا كريم. شكرا يا كابتن. انا بشكرك جدا يا ابو حميد. شكرا يا كابتن اسلام، كنت متالق امبارح. حاجه بسيطه كده. اشكركم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره بحضراتكم على الهواء مباشره اوجستي بوش المدير الفني لفريق كره السله معانا في او ضيفا على البيت الكبير. ان شاء الله هكون مع حضراتكم في تمام الساعه 10. انتظرونا غدا وحلقه مهمه جدا مع اوجستي بوش ضيفا على البيت الكبير. اشكركم واشوفكم على خير.